إذن هذه هي مفاجأتي. انظري. جاستن، دعني أجربها من فضلك لو سمحت. حسناً، لقد اشتراها لي والدي ولا أعرف كيف أقود الدراجة بشكل جيد. من فضلك جاستن. حسناً، هيا بنا. هيا بريتني. ألف يساوي جيب. يا إلهي، لقد تورط. هاي أنت، استيقظ. هيا أرجوك استيقظ. ما الذي حدث الآن؟ تحتاج أيضاً إلى التظاهر بأنك مصاب، فلن تصل إلى هناك أبداً. هيا بنا يا جاستن، ساعدني. فكرة جيدة. بريتني، إلى أين تذهبين؟ أنا ذاهبة يا جاستن، ألقاك غداً. حسناً. هاي أنت، انتبهي، إلى أين ذاهبة؟ مجنونة. اهدئي سيوزي، يبدو أنها ليست في وعيها. حسناً، هذه المرة أنت محظوظة، مختلة عقلية. إذن كيف كان موعدك مع مايكل وسيم؟ أخبريني. عطره يجعلني أشعر بالغثيان. لقد عطست طوال الموعد. أنت تعلمين أن أمي تريدني أن أكون معه، لكنني لا أحب مايك أبداً. لأنه غني وحسن الأخلاق ومثالي، لديه كل ما تحبه والدتنا. حسناً، قريباً سنلتقي بحبنا، أنا متأكدة. أشعر أن الكون على وشك إعطائنا حبيباً مثالي. هيا، ماذا حصل؟ أسرع لإحضارهم إلى الداخل. ثقيل كثيراً. أسرع أسرع، هناك واحد آخر. إليس إليس. لا داعي لإليس، سأنجح أنا بنفسي. أين هذه الفتاة إليس؟ إليس. لماذا تصرخين؟ وأخيرا قد أتيت. لقد أنجزت كل أعمالي لهذا اليوم، هل يمكنني المغادرة؟ أريد تناول القهوة مع بريتني. هل جننتي؟ لدينا مرضى جدد هنا. حسناً، ولكن الفتيات لديهم مهمات خاصة بهم، لنذهب الآن. المسكينة إليس تفعل ذلك بدلاً منا. هل قررت أن تشفق على أختنا الصغيرة السيئة؟ دعيها تعمل. لنأخذ مكانها ولو لنصف ساعة، لا أستطيع أن أفعل هذا بها. يا طيبة قلبك، ستنهينا، حتى لم أنهي هذا الآيس كريم الخاص بي. هيا أسرعي. آمل ألا يلاحظني أحد في مكان الحادث. سأغير ملابسي ثم أعود لجاستن. هذان الاثنان تعرضا لحادث، افحصيهما. أمي، وأنت لا تريدين مساعدتي؟ هيا أليكسا، تسريحة شعرك رائعة جدا. شكرا لك. في كل مرة تصبحين أكثر جمالا وجمالا. مايك، مرحبا. مايك، ادخل إلى مكتبي. هيا ادخل بسرعة. وأنت يا أليس، انشغلي بعملك، فهذا صديق أختك، أتريدين سلبه من مي؟ هيا قولي لي، أتريدين هذا؟ سأذهب وأرى المرضى الآن حالا. هكذا أفضل. ما هذا الظلم؟ لماذا أخواتي يحصلون على كل خير أما أنا ليس سوى مرضى مجروحين؟ ما هذا؟ إليس، أتريدون أن أساعدك في هذا؟ دعني يا أوسكار، لم ينقصني سوى شفقة من الشخص الذي وقع في حب أختي. إذن كيف حالك؟ هل أتيتن الآن؟ أخبرينا، من هؤلاء الجدد؟ ماذا حدث لهما؟ لا تجعلن الأمر مثيراً للاهتمام بالنسبة لكن شخصياً. أخبروني أيضاً أنكن قررتن العمل.
اذهبي قبل أن نغير رأينا في استبدالك. اشربي القهوة وشيئا آخرا هيا. حسنا شكرا لكما. لا تنظري إلي بهذه الطريقة، إنها ميا. أيها المرضى، سيوزي أين هم؟ كانوا هنا للتو يا إلهي. أنا اهدأوا اهدأوا، إنه أنا، ما بكم. أوسكار، آسف على إرعابكم، رأيت ما حصل للتو. ماذا تفعل هنا؟ كنت تراقبنا أليس كذلك؟ أخبرتك أنني لن أخرج معك، ما الذي لم تفهمه أنت؟ لا لا، أريد أن أخبركم ماذا حصل هنا. أين هؤلاء المرضى؟ رأيت كيف المجتهد استيقظ والغني أخذه إلى مكان ما لا أعرفه. أظن أنهم في حالة حرجة. وأنا أيضا، الحقي بي يا ميا. من الجيد أنهم لا يعلمون من أحب. يا أصدقاء، اكتبوا لنا في التعليقات من برأيكم يعجبني، هل تعلمون أنتم أم لا تعلمون؟ استيقظ هيا، استيقظ أرجوك هيا. أين أنا الآن؟ نحن في المستشفى، هل تتذكر ما حدث لك أنت؟ نعم، كنت أعبر الطريق وفجأة طارت دراجة نارية في وجهي. ألف يساوي جيب الدمام. لم أتذكر أي شيء. لا تتذكر كل شيء إذن؟ أنتم هنا سيوزي، إنهم هنا. أنتما لما في المطعم وليس في الغرفة؟ يا إلهي، أنت مخيفة حقا، ولكن أنت جميلة أيضا. نحن يبدو أنه في حالة سيئة، هيا دعينا نأخذه. أي وأنا أيضا. ستأتي بنفسك، هو المتعب هنا. يا له من مسكين، ماذا حدث له؟ ابقي معه، سأذهب وأحضر الثاني. قرر التظاهر بأنه لا يستطيع الوصول إلى هنا بنفسه. هاي، كيف حالك؟ وأنت جميلة أيضا، يبدو أنك أصبحت أفضل. انتظري توقفي، أنت أنقذتيني بجمالك دائما. كفى، أنا خجولة بالفعل. أتعلمين؟ لا أمانع في شرب بعض الماء الآن. سأحضر لك البعض، لا تشعر بالملل. أنا أفتقدك منذ هذه اللحظة. طيبة وغبية أيضا. مفاجأة. أنت؟ مايك، كيف عرفت أنني في المستشفى؟ جاستن، لقد أتيت إلى حبيبتي، إنها تعمل هنا في المستشفى. لماذا أنت هنا على أي حال؟ ها؟ أخبرني يا صديقي. أبي أعطاني دراجة جديدة. رائع، دعني أجربها. هيا هيا يا صديقي، أرجوك. لا، لقد كسرتها بالفعل. أنت متهور بالفعل. ليست هذه مشكلتي الأساسية، ولكن هو ماذا حدث أيضا؟ لقد دهست شخصا فاشلا وهو الآن في المستشفى. نعم إنه أنت محظوظ جدا لأنك لم تصل إلى السجن بعد. أعلم، أنا أمثل المرض حتى لا أتهم بالوقوع في هذا الطالب المجتهد أيضا. حسنا، إذا لم تتعرض للضرب فقد يكتشفون الأمر قريبا. لهذا السبب أحاول التواصل إلى اتفاق مع الطبيب. هنا، اختبئ هيا هيا بسرعة، اختبئ. كيف تشعر؟ ربما سنذهب في نزهة وسأرتب لك جولة حول المستشفى. ما رأيك في هذا الأمر؟ هيا دعنا نذهب. ميا؟ هل تعرفون بعضكم؟ إنها حبيبتي. ماذا يحدث هنا؟ إن ابنتك تخرج مع هذا المريض، وأنا مثل الأحمق أتيت بدبدوب كمفاجأة لها. إنني أحمق بالفعل. ميا، أمي، أنا لم أقابله حتى. مايك شاب مثالي جدا. خذيه أنت إذا كنت ترينه مثالي، لا أريده أنا. ماذا تفعلين؟ سأخذك إلى العملية أيها المريض. ميا، سنتحدث مرة أخرى. لا تقلقي، أنا أعرف كيفية تدمير هذه العلاقة وقبل أن تبدأ حتى. أنا واثق من هذا. يا شباب، اشتركوا معنا إذا كنت تريد أن تعرفوا مع من ميا ستبقى. هيا مايك. حسنا. مهلا، هل ما زلت هنا؟
هاي ما بك، هو بالفعل متعب. إنها ملاك. هيا بنا هيا. أين تجريني أيتها المجنونة؟ ما بك؟ أنا آسفة، بسبب الغضب أردت أن أختبئ من المستشفى، وأنت ستساعدني في هذا. والدتك أزعجتك حقا، أليس كذلك؟ أمي تبحث عن عريسا جديدا لي في كل أسبوع، وفي كل مرة يكون الأمر غني وبالتأكيد من عائلة جيدة ذو أخلاق جيدة، وأنا لا يعجبني أي من هؤلاء العرسان. ماذا تريدين إذن؟ يا إلهي، هذه هي المرة الأولى التي يتم سؤالي فيها. أريد فقط الاستمتاع بالحياة، هتفهمني؟ هذا فقط ما أريده. أظن أننا التقينا لسبب ما. كيف حالك يا ميا؟ هل تم بالفعل فحص المريض الجديد يا ترى؟ الآن نزهة بالطبع، فلا يزال من الصعب عليه المشي بمفرده. حسناً، سأذهب للتحقق من الثاني. هذه إليس أختي، لم يحالفها الحظ أن تصبح المفضلة لدى أمي. إليس تقوم دائماً بالأعمال الصعبة والقذرة، وأنا لا أحب ذلك. الفتاة ليست محظوظة، ربما هي تغار منكن. لا، أختي سيوزي تعتقد أنها تغار وغاضبة، لكنها إليس ليست كذلك. ما الذي تتحدثين عنه مع مريضك أختي الصغيرة؟ يجب أن أعرف ما لن تحبه أمي، أحتاج إلى الاقتراب أكثر. أنت تعرفيني، أنت رائعة ولديك روح طيبة. ماذا؟ هل تطلب مني الزواج؟ وأيضاً مضحكة، أريد أن أطلب منك معروفاً. لقد تعمد هذا الشاب إلقاء نفسه تحت عجلاتي حتى يتهمني فيما بعد ويضربني. كيف يمكن؟ كيف يمكن أن يكون مثل هذا الوغ؟ أنا مصدوم جداً، أحتاج لمساعدتك أنت فقط. هذا مثير للاهتمام. يجب التظاهر أن إصابتي أخطر من إصابته، ثم لن يكون هناك مذنباً أصلاً. هل تريد مني أن أزور تقرير الطبيب؟ لا أفهم. نعم، من أجلي، أنا أشعر بقلبك الطيب حقاً. حسناً، سوف أساعدك. ميا ميا ميا، والدتي لن تحب هذا على الإطلاق. إليس مرحباً. بريتني، ما الذي تفعلينه هنا يا ترى؟ وأنا أعلم أنك تعملين في المستشفى، لذلك أريد أن أطلب منك العثور على صديقي. ما الذي حدث؟ يبدو أنه وقع في حادث ما. حسناً، اذهبي معي، سنحاول العثور على حبيبك الآن. لا تقلقي يا أختي، فأنا معك هنا. هاي، لماذا تبتسم مثل الأحمق؟ لقد ضربت رأسك بقوة، هذا واضح. أنت أنقذتني، أنت حقاً ملاك. ماذا؟ أنت مجنون، لقد شبهتني لشخص ما لا أكثر. ملاك، رجل مجنون. ما الأمر يا أختي؟ هل وجدت شخصاً تحبينه؟ كنت أظن أنك ستواعدين قطاع طرق وليس شخصاً ذكياً كهذا. أصمتي، لا يوجد شيئاً بيننا، أفهمتي؟ أنت قدري. التزم الصمت. ربما اسمك هو ملاك على ما أظن. هذا هو يتوهم. أين هو جاستن؟ هذا واحد من المصابين، أتعرفينه يا أختي؟ لا، أنا لا أعرفه أبداً. لما هربوا فجأة هكذا؟ وأنت لما تجمدت؟ رأيت ملاكاً آخراً؟ نعم، لم تعد مهتماً بي، أليس كذلك؟ أنا أعرف هذه الفتاة جيداً. تتكلم عن إليس؟ هذه أختي، أنها تعمل هنا. أنا أتحدث عن الفتاة التي أتت مع الطبيب لهنا. إنها صديقتها بريتني، كسولة جداً بسبب ثراء حبيبها، لا تفعل شيء. هل تعرفها أيضاً؟ نعم، هي من دهستني. ماذا؟ هل أنت متأكد؟ أتذكر وجهها بوضوح، كانت تجلس على دراجة نارية سوداء. نعم، إنها هي تلك. هذا مستحيل. إلى هنا. ما بك؟
لماذا أخذتني من الغرفة هكذا يا ترى؟ الرجل الذي في الغرفة حتى لا يتمكن التعرف علي أبدا. ما الذي تخاف منه يا ترى؟ لقد تعرض جاستن لحادث بالخطأ، أليس كذلك؟ نعم، كنت بجانبه على دراجة نارية، وهذا الشاب يمكنه أن يتعرف علي، أتفهمين ذلك؟ حسنا، أنت لم يكن عليك أن تأتي إلى المشفى، فالأمر خطير جدا. حسنا يا إليس، فأنا يجب أن أجد جاستن. إنه ليس هنا، أتى شاب واحد فقط وأنت قد رأيته للتو يا أختي. لكن جاستن، ربما جاستن هرب أم هو في مكان آخر الآن، لا تعلمين ذلك؟ إذن ساعديني أن أجده يا أليس من فضلك. كلا، آسفة، أنا في عجلة من أمري. أخيراً أصبح لدي كل شيء. تصرفات أليس غريبة جداً. أوه، هذا كابوس، لما اشتريت هذا الدب إذن؟ علي أن أفعل شيئاً ما. حقاً، أنت تقول إن ابنتي يمكنها أن تخبئ المجرم، أليس كذلك؟ نعم، وهو يحاول التظاهر بأنه مصاب بدلاً من المذنب، وسوف تساعده ميا في ذلك. أنا أثق بهذا، نعم، إنها سيئة جداً. ميا، سأريكي. مايك، انتظر هنا، أنا سأجد حلاً لكل شيء، لا تقلق أبداً. ميا، سوف تكون لك أنت. إذن يا جاستن، لا ينبغي عليك أن تلمس أشياء الآخرين يا صديقي الغالي. أنت قلت جاستن؟ نعم، هذا صديقي السابق، وهو الآن في المستشفى بدلا من أن يكون في السجن. هذا يعني أن إليس كذبت علي، لكن لماذا؟ عذراً؟ جاستن هو صديقي. لدي أخبار سيئة لك يا عزيزتي، لديه صديقة جديدة وأنت في الماضي الآن. ما رأيك أن نتعرف على بعض؟ أنت تكذب، متى كان سيتاح له الوقت؟ تم إحضار جاستن إلى المستشفى في اليوم هذا. أنا متأكد مما أقول، نعم أنا متأكد. حسناً إليس، ما الذي يجري في هذه المستشفى؟ إنه أمر غريب حقاً. أيتها الخاسرة إليس مرة أخرى، لابد أن العمل كان مزدحماً للغاية، ها؟ نعم. كلا، لن أكون خاسرة بعد الآن، وقد خسرنا إخوتي بالفعل، وخاصة واحدة منهن. أنت متأكدة من هذا؟ نعم، فأنا أعرف سراً وسيكون له تأثير سيء عليها، صدقني. أنا لا أعتقد بأنك تعرفين كل شيء حقاً. من المحتمل بأنك ستذهبين الآن إلى والدتك وتخبريها أن ابنتها الحبيبة ميا قد زورت التقرير، أليس كذلك؟ هل هذا ما ستفعلينه؟ هيا أخبريني. أنت أيضاً تعلم بهذا؟ أعلم أكثر منك، جاستن يقنع ميا على وجه التحديد، نعم. ومن غيرك سيعلم أن حبيبته بريتني، هيا. شكراً لك يا مايك. حسناً، فعلت كل شيء بالتأكيد، لقد تم الأمر، نعم، والآن ستكون ميا بالتأكيد لي، ليحل الجميع الأمر بأنفسهم مع جاستن. لقد نام المريض الثاني بالفعل، لذا يجب أن تستريح أيضاً. أنا وأنت اتفقنا على كل شيء. نعم، فقط أريد شيئاً بالمقابل، موعد من؟ بالطبع، عندما سأخرج من هنا، أنت وأنا ذاهبون للسينما. أنا أحب الخطط مثل هذه، سأذهب لإحضار تقرير المريض، سأعود قريباً. هناك شيء بهذه ميا، لا، أنا لست في حالة حب. لماذا استلقيت أيها المخادع؟ هل تتحدثين إلي؟ نعم، أنت من يعتقد نفسه متظاهراً جيد، اعتقدت أنه يمكن أن تخدع الجميع؟ أنا لا أفهم قصدك أبداً، ما الذي تقصدين؟ أعلم أن أختي الغبية ذهبت للتو لتزويد المستندات حتى يعتقد الجميع أنك تعافيت بالفعل، مثل هذا الشاب المسكين، أليس كذلك؟ كيف يمكنك أن تعرفي كل هذا؟ هذا ليس كل ما أعرفه، أنت لديك صديقة يا جاستن، أما ميا أنت فقط تتلاعب بها. هذا ما تقوله غير صحيح، أنت حتى لا تحبها، كل هذا من أجل الوثائق. ماذا؟ هذا صحيح؟ ميا، أتيت في الوقت المناسب يا أختي. أنت هنا؟ لقد بحثت عنك في كل مكان، قولي لي إنها ليست الحقيقة. أمي، هل تعرفين ذلك أيضاً؟ فتاة غبية، قررت أن تزوري الوثائق من أجل مجرم، كيف تتجرعي على فعل ذلك؟ هيا قولي لي. ماذا يحدث؟ أنت تصرخين وبسبب هذا أنا أعاني من صداع رهيب. أنت هنا يا جاستن؟ أنت لا تريد أن تشرح لي أي شيء أبداً؟
من هذا؟ صديقتي الحميمة. كنت أنت الذي كنت معها؟ ماذا؟ أنت كنت تقود دراجة النارية التي صدمتني. حسناً كفى، أنا سوف أتصل في الشرطة الآن. هاي ميا، دعينا نخرج من هنا يا عزيزتي. أنت من أوقع بي إذن؟ بالتوفيق يا جاستين. أتمنى من أمي الحنونة أن تفهم حقيقة أختي ميا وكم هي شخص مخادع أيضاً. أنت مخادعة يا إليس، لماذا لم تخبريني بموقع جاستين أبداً؟ هل تريد الحقيقة يا بريتني؟ كنت سأبتزه لا أكثر. ماذا؟ لقد بدا لي أن هذا الشاب لديه إحساس تجاه ميا. إذا أراد أن يحتفظ بأنه يخدعها فسيتعين عليه أن يتظاهر كأنه صديقي. لماذا تحتاجين لكل هذا؟ مللت من كوني في المرتبة الثانية، أريد أيضاً أن أكون مسؤولة. هيا كفى صراخاً، إن رأسي يؤلمني جداً. أيضاً أن يكون لدي صديق رائع حتى تحبني أمي أكثر من أي شخص آخر. إن كنت تتساءلين فإنه أنا. ماذا؟ أنت يا أوسكار؟ من أين خرجت أنت؟ أنا كنت بالقرب دوماً، وأنا من يحبك أنت كثيراً. ماذا؟ ولكنك ركضت وراء سيوزي، أليس كذلك؟ لا، أنتم اعتقدتم هذا وخفت من قولي الحقيقة لكم. كنت ستخرجين مع فاشل اسمه أوسكار، أليس كذلك؟ هل أعجبك؟ نعم بجنون. إذا الآن رأسي يؤلمني جدا منكم، ما بكم؟ هيا توقفوا. أنا ذاهبة من هذا المكان الآن. وأنا أيضا. لن تتمكن من الذهاب بعيدا، الشرطة موجودة بالفعل في المستشفى. أليس، أنت تواعدي أوسكار؟ ولماذا لم أتفاجأ في هذا؟ ستندمون على هذا، أعدكم. اهدأ قليلا. نعم، ليس نحن بل هو، اغضب منه هو. من الغريب أن الشرطة لم تأخذ جاستن بعيدا. انسي أمره الآن، نحن معا ولن يتدخل أحد في علاقتنا أبدا يا عزيزتي. ميا، الشبان اختفوا، لا جاستن ولا إيتن موجود. حسنا، فلتبحث عنهم الشرطة. ما شأنكم أنتم في هذا؟ لنذهب، يجب أن نجدهما. آسفة، يجب علي أن أذهب. يا إلهي، ما الذي يحدث هنا؟ مفاجأة. اتفقت مع إيتن حتى لا يكتب بيانا ضدي أبدا. بالمقابل طلبت منه تنظيم موعد ثنائي لنا. أنت تعلم يا جاستن أنني غاضبة. أنا وبريتني لم نعد معا، ونعم اعتقدت في البداية أنني سأخدعك، لكن بعد ذلك أحببتك بجنون حقيقي. يا ملاكي. أصمت، أوافق على أن أكون في هذا الموعد إذا توقفت عن مناداتي بذلك. كيف وقعت في هذا؟ أعلم أنت معجبة بي أيضا يا ملاكي، لذلك توقفي عن التعامل معي بجدية. هيا، أيمكننا الانضمام إليكما؟ أوهو، هل أنتما معا أنت وأوسكار؟ أنت لم تحبني قط يا إلهي. هذه حبيبتي. إذن هيا أخبروني ما الذي تفعلونه كلكم هنا؟ ما هذا؟ ماذا تفعلون هنا؟ عندما أعود وإن رأيتكما هنا سأطردكما جميعا. هيا، هل فهمتم هذا؟ لماذا سمحوا لي بالخروج؟ وهل أنت دفعت لي الكفالة كاملة؟ لا، إيتن أخذ البيان الآن، لا أنت ولا جاستن ولا إيتن. تهتم لأجلهم الشرطة؟ لقد أرسل لي رسالة نصية قصيرة مفادها أنه انفصل عني عبر الرسائل القصيرة. أنا لا أسمح بهذا أبدا. ميا تعتقد أيضا أنها تركتني. نحن لا نغفر هذا أبدا يا مايك، أنت لا تفهم شيء. نحن لا نسامح. يا رفاق، أي نوع من الانتقام تعتقدون أننا أعددنا للشباب أنا وبريتني؟ اكتبوا لنا هذا في التعليقات. هذا كابوس، هؤلاء الأطفال فقدوا وعيهم بالفعل. سأقوم بطردهم وأجعلهم من دون عمل. نعم، يجب أن أفعل هذا، إنهم حمقى.
لم أكن أعتقد أننا في المستشفى يمكن أن ننظم مثل هذا الحفل الرائع. أنا يمكنك أن تكون في السجن الآن. لا تشكرني يا صديقي على هذا. أتمنى أن لا أكون قد أذيتك. كما ترى عظامه في مكانها، يمكنه الرقص، لكن إن أزعجته سأريك. أتفهم هذا؟ تأكد. أفهمت؟ أخيراً قد تم تشغيل بعض الموسيقى الهادئة الآن. حبيبتك قاسية جداً. انظر لهذا، أنا لم أرى إليس سعيدة هكذا من قبل. إنهما لا يراني أحد حولهما. يا إلهي كم لطيفان. لقد شعرت بالإهانة قليلاً لأنني لا أهتم بالوقت الآن. أي لقد بدأت بالفعل أشعر بالغيرة. كفى، أنا أمزح. حسناً سأرى هاتفي. ماذا؟ ما الذي حصل؟ لماذا اشتغلت الأنوار وانطفأت الموسيقى؟ إليس ما بك؟ لماذا هكذا؟ جننتي مجدداً وتريدين الذهاب؟ يا رفاق، والدتنا اختطفت وهي في خطر الآن. هل تمزحين الآن؟ يبدو أنها تمزح. ومن فعل هذا الشيء؟ ماذا لو كانوا أصدقاؤكم من فعلوا هذا؟ بالفعل إنها بريتني، تريد الانتقام من جاستن ومايك ومن ميا. رائع، التحقيق انتهى، لكننا لم نجد والدتنا بعد. أين يمكن أن يكونوا؟ لا أعرف شيئا عن مايك، حتى أين يعيش أنا لا أعرف. بريتني يمكنها أن تخبئ والدتكن في منزلي، لديها المفتاح أصلا. رائع، لماذا نقف هكذا؟ هيا نذهب. نحن بحاجة إلى الإسراع، من يعرف ما الذي يدور في رؤوس هؤلاء المرضى؟ هيا بنا لنذهب. هيا هيا جاستن هيا. الشموع. أنا أسمعك. نحن نريد الإبلاغ عن عملية اختطاف. نعم لقد تم اختطاف مدير المستشفى وهي الآن في موقف السيارات، أتتخيل هذا؟ ماذا؟ ما هو الدافع؟ ومن فعل ذلك؟ أولادها يريدون أخذ أعمال أمهم والتخلص منها تماما، تخيل هذا؟ بريتني صديقة لهؤلاء الفتيات ولهذا السبب اكتشفت خطتهم. وإن المديرة تتواجد حاليا في مرآة بأحد الأصدقاء، إن هذا مؤكد. ها هو العنوان. تبليغ للجميع بسرعة، اذهبوا للمكان الذي سأرسلكم إليه بسرعة. هيا اذهبوا، هيا بسرعة. توقفوا توقفوا. ماذا يا جاستن؟ علينا أن نسرع. ما بها والدتنا؟ جاستن دعنا ندخل. لا، الدخول إلى هنا خطير، سأذهب أنا بنفسي، إنه مرآبي. يجب أن تكون هنا في مكان ما. توقف، يديك للأعلى، أنت موقوف بسبب اختطاف مديرة المستشفى. هيا أنت موقوف. أنا هنا، أنت من فعلها؟ ماذا حدث؟ أنت شرطي؟ لماذا تأخذ حبيبي الآن؟ تقلقين بسبب شعبي الآن، الأفضل أن تقلقي بشأن والدتك بدلا من الشبان. هيا انظري إلي. نحن سعداء أنك بخير، لكن اختطفك ليس جاستن. خذه، أنتم محتجزون جميعا حتى يتم التوضيح. أوكلا. لا الجميع، يا إلهي لا. من سيعمل الآن في المستشفى؟ لدينا مرضى كثيرين. أمي، إنهما بريتني ومايك، أنا متأكدة، لا أصدق أن أولادي قاموا باختطافي. هيا تعالوا وثقوني بسرعة. تفضلا وأخبراني بماذا تريدان. هيا أنا أسمعكم. أليكسا، لقد اكتشفنا أنه ليس لديك عددا كافي من الموظفين الجدد العاديين، لذلك أنا وبريتني يمكننا مساعدتك في هذا. ونتمنى منك الحصول على راتب جيد أيضا. لقد أردتما ذلك في الوقت المناسب. ابقوا هنا، سأجلب لكم اللباس الخاص وسوف نعمل معا. هيا نعم سنفى ونعمل معا. نعم، وأنا متأسف لأنه لا حظ مع العائلة أبدا. نعم يا صديقتي. نعم لقد نجحنا يا بريتني. جميع الأزواج السيئين في السجن، والآن نحن الشيء الرئيسي هنا الموجود. تخيل هذا يا مايك، إنه أمر رائع حقا. بجرأة كبيرة ولكن في نفس الوقت بغباء شديد. لا أفهم هذا الأمر، لماذا نحن محتجزين هنا؟ أوافقك الرأي، يا إلهي لماذا فعلت هذا بنا؟ أنا لا أصدق هذا،
هذا مستحيل حقا. لا نعلم ما الذي سيحدث بنا هنا. إلى متى سنبقى هنا في هذا المكان المغلق؟ أنا لا أصدق أنها فعلت هذا يا إليس، فهي غبية كثيرا لتفعل هذا الشيء. أنا متفاجئ كثيرا من فعلتها. أنا لا أفهم حتى ما الذي أوصلنا إلى هنا. أنا لم أفعل شيئا حتى. يجب علينا أن نخرج من هنا، نحن لا نتعود أبدا على السجن. إنه جيد جدا ولكن يجب أن نخرج. ولكن ما حصل معنا لم يكن قصدا، أنا أعرف هذا. إذن ما الذي يحدث هنا الآن؟ هيا أخبرونا، نحن نريد أن نشاهد تفاهتكم هذا أيها الأزواج الغير ناجحون معا. نعم يا عزيزتي، كل شيء تقولينه صحيح وأنا موافق على هذا بالتأكيد. نعم إن هذا الحقيقي الذي يقوله مايك، وجدتكم الشرطة فورا. ها هم؟ أنتم موقفون، هيا. إن هذا نوع من الخطأ، هذا مؤكد. هم المذنبون. أنتم مذنبون في اختطافي وهذا هو الدليل. نعم إنه هو الدليل معي. ما هذا يا ألكسا؟ هذا فيديو من التسجيل على الكاميرا. أنتم أغبياء لدرجة أنكم ناقشتم كل شيء بالفعل. فهل نحن أحران الآن يا رفاق؟ يا فتيات ماذا يفعلون؟ هل اتفقتما؟ نعم هي لا تماطلي أبداً. هل ستتزوجينني؟ يا إلهي سأجن بسببكم، أنتم أغبياء. أي حلم حلمته هذا؟ أتشي نعم لتغيير العطر لنظر خاصتك يا مايك. أتشي استمتعي يا عزيزتي، فلا يزال أمامك 10 سنوات للاستمتاع بعطري هذا، عليك أن تعتادي عليه. نعم إنه يوم جديد، حان الوقت للتعرف على فتيات جدد. ماكس. أي أنت، ولكن ما المضحك أيها المجتهد؟ أنا لم أضحك، فقط بدا لك ذلك. لا هذا ليس صحيحا أبدا، فقط بدا عليك ذلك. أنا آسف، أنا آسف. حسنا لا بأس، أنا لن أتحمل هذا. قف عندك حالا. أهلا بكم يا رفاق، معكم فيوليتا وصديقاتي سيوزي وسارة. أتمنى أن تكونوا في مزاج جيد لأننا في مزاج رائع. ولا تنسوا الإعجاب بقناتي والاشتراك فيها. إلى اللقاء. هيا قف عندك. أنا لم أفهم ماذا كان هذا الذي حدث للتو يا أصدقاء؟ إن ماكس وسيمون جداً. نعم إنه حلم الفتيات في المدرسة. هي أنت لم تنسي أن ماكس حبيبي وأنا أمنعك من النظر إليه؟ ما بك؟ لقد نسيت إن فيوليتا هنا. حسناً لا بأس، سيصبح لي يوماً ما. ما الذي تتحدثين عنه؟ أمر بيني وبين نفسي. حسناً يجب أن أختبئ. تحت الطاولة. هيا يا مجتهد، أنا بالفعل أشعر أنك موجود هنا. ماذا يحدث يا حبيبي؟ لا شيء، لا تقلقي أبداً. مرة أخرى هذا المجتهد أغضبني. أنا سوف أجده ولا أعلم ماذا سأفعل به. أين هو؟ لا بأس دعه وتعال، تعال نناقش كيف سنحتفل بعيد ميلادك غداً، ما رأيك؟ نعم، لقد قررت أنني لن أحتفل غداً. كيف هذا؟ لقد طلبت لك هدية، وبشكل عام نحتاج لتصوير فيديو رائع للمشتركين. أرجوك ماكس. فلنناقش هذا لاحقا يا فيوليتا. حسنا. يبدو أنني لم أقع تحت نظر ماكس الغبي. لا أعلم ماذا سيفعل بي عندما يراني. هل أنت مستعدة؟ أهجل، أنا أقوم بالتصوير. مرحبا بالجميع يا رفاق، اليوم عيد ميلاد صديقي ماكس، لذلك قمت بتحضير مفاجأة رائعة من أجله، وليست بالشيء الكبير ولكن أمل أن يحبها. هيا لنذهب لنرى ذلك أيضا. دعني أعيدك بعيد ميلادك السعيد. شكرا لك يا عزيزتي، أنا سعيد جدا لأنك تهنئينني في هذا اليوم.
عيد ميلادك سعيد. أنا لا أفهم ما الذي يحدث هنا. أنت أسأت الفهم يا فيوليتا. ماكس، أنت قلت أنها لن تكون هنا، لماذا أتت؟ أنا لم أكن أعرف أنها سوف تأتي. أكرر سؤالي مرة أخرى، ما الذي يحدث هنا؟ لقد جاءت سيوزي فقط لتقوم بمعايدتي. اصمت أنت في الحال، سأتعامل معك لاحقاً. وأنت يا سيوزي تعالي معي. إلى هنا. إنه حبيبي ماكسي. ماذا توعدين؟ أنت خائنة وأنت خائن أيضاً. فيوليتا، يا فيوليتا، ماذا تريدين مني يا سارة؟ ما الذي تريدينه؟ أنت على الهواء مباشرة. ما بك يا سارة؟ ألم تقوم بإيقاف التسجيل؟ أعزائي المتابعين، كل شيء لم يسير وفقا للخطة، وبشكل عام لقد كانت مسح أراكم لاحقا. أيها الخائن ماكس، إنني أكرهك كثيرا، أكرهك. لم أستطع أن أراك بهذه الحالة أبدا. أنت وقح. آنسة ميدي تتصل بي. مرحبا يا آنسة ميدي. ما كان هذا يا فتاة؟ عن ماذا تتحدثين؟ لقد رأيت البث الخاص بك. هل نسيت أنك فتاة مشهورة ويمنع عنك أن تسجلي مثل هذا البث؟ هل رأيت كم فقدت من المشتركين؟ لقد أحدثت فضيحة. ماذا سأفعل الآن؟ لا، أنا أعدك سأصلح هذا العمل بالفعل. هذا ضد العقد، لذا أنا سأنهي العقد معك وإلى الأبد. هل فهمتي؟ حسناً، أنا أعدك حقاً أن أعد المشتركين، صدقيني. أنا حقاً آمل ذلك. سأعطيك فرصة أخيرة، والآن إلى اللقاء. لم ينقصني سوى هذا. يجب أن أكون قوية، مع أنني فقدت حبيبي، لكنني لا يجب أن أخسر متابعيني أبداً. يا رفاق، هل تعتقدون أنتم إنني سأصبح مشهورة؟ وإذا كان الأمر كذلك، ضعوا أعجبني للفيديو. فقط انظري إلى هذا، فهما ليس خجلين من الظهور أمامي هكذا. انظري، إنهم وقحين. وماذا ستفعلين؟ أرى أنك تختبئ من ماكس الآن. أجل، هل يمكنك إخباري بما حدث بينكما ولماذا كان ماكس يطاردك؟ حسناً، ماكس سقط. أنا سخرت منه وهو الآن يبحث عني بالتأكيد. أعتقد أنه لا يستطيع القيام بذلك الآن. ماذا تقصدين بهذا؟ كما فهمت، لقد انفصل عن فيوليتا بالفعل، وقد قام بخيانتها مع صديقتها سيوزي. تخيل هذا يا سافا. لا أصدق هذا، لقد خان أشهر فتاة في المدرسة بأكملها. نعم، أنا أيضاً صدمت أنه قام بالتبديل لصديقتنا فيوليتا بسيوزي الحمقاء هذه. ها هو ذا، يجب أن أفعل هذا. هيا بنا الآن. مرحبا يا رفاق. يا إلهي فيوليتا، هل تحدثت معنا للتو؟ أهلا بك. نعم، يبدو أنكم رفاقا طيبون جدا. ماذا؟ أنت تتحدثين معنا مجددا؟ لا أصدق أنني أسمع هذا. بالمناسبة، عما قريب لدينا حفل رائع، ما رأيكم بهذا؟ هل ستذهبون إلى هنا؟ قولوا لي. نعم، أنا موافقة سافا. أنا لا أحب الحفلات، وعموماً يجب أن أذهب. يا سافا، ما خطبه؟ حسناً، إنه لا يحب الحفلات حقاً، لكنني سأقنعه، أعدك بذلك، وسيأتي معنا. بشكل عام، هل يمكنك إخباري المزيد عن؟ نعم، حسناً، إنه ذكي ولطيف، وبعد المدرسة يقوم بعمل عامل النظافة، وهو يحب الحلويات كثيراً أيضاً، ويتناولها باستمرار. قلت إنه يعمل كعامل نظافة؟ شكراً لك بأنك ساعدتني. على الرحب والسعة. لقد تحدثت إلى الفتاة الأكثر شهرة في مدرستنا بالكامل. هذا أفضل يوم في حياتي، لم أتخيله هكذا. سافا، هل هذا أنت؟ له من لقاء غير متوقع. مرحبا. ماذا تفعل هنا؟ أنا أعمل، ألا ترين هذا؟ رائع. لماذا أتيت إلى هنا؟ هل تقومين بالتصوير؟ إذا قمت بإزعاجك سأبتعد.
أنا أريد أن أساعدك فقط. أوه لا، يمكنني التعامل مع هذا بنفسي، هذه وظيفتي. أرجوك من فضلك من فضلك من فضلك، أريد أن أساعدك. حسناً، خذي هذه من يدي. ما الذي تفعلينه؟ كم هي مضحكة بالفعل. يبدو أنني أتصرف بشكل جيد. هل أنت بخير؟ أجل أنا بخير، شكرا لك. شكرا. احذري جيدا من الثلج. ماذا أكتب هنا يا ترى؟ لا أعلم ما عليك أن تكتبي هنا. سافا، هيا نحن نستعد للامتحان بالفعل. ماذا يحدث لك يا صديقي؟ أنا لا شيء، كنت أفكر بالتمرين. حسنا، أكتبي هذا التمرين هنا. نعم أجل، هذا صحيح. أوه، وأنتم هنا يا رفاق؟ مرحباً، مرحباً يا سافا. فيوليتا، نحن في الواقع مشغولون قليلاً. لا يا سافا، أنت تبالغ كثيراً. ماذا تريدين يا فيوليتا؟ حسناً يا سافا، أود أن أشكرك على الليلة الماضية بالفعل. وبالمناسبة، أنا أردت أيضاً أن أذكرك أن اليوم مساءً هناك حفلة وآمل أن تأتي إليها. أرجوك يا سافا، خذ هذا. هذه الليلة؟ سوف نأتي، وسيأتي سافا أيضاً. هذا جيد، سوف أنتظركم يا رفاق. سافا، عن ماذا كنت تتحدث؟ ماذا فعلتم مساء أمس؟ قل لي. لا شيء مهم أبداً. سافا، أنا صديقتك المفضلة ويجب أن أعرف كل شيء عنك. حسناً، لقد جاءت إلى عملي وطلبت القيام بمساعدتي ثم سقطت على الأرض، كان هذا مضحكاً. سافا، لماذا أنت سعيد جداً هكذا؟ هل أنت حقاً؟ يكفي، فلتنسي الموضوع ودعينا نكمل دراستنا حتى لا تحصلي على درجة سيئة. حسناً، أكتبي هذا هنا. أجل، أكتبي هذا. وأين هو الآن؟ يا صديقتي مرحباً. مه مه مه. ولكن من تنتظرين الآن؟ سافا يجب أن يكون هنا الآن في الحال. ماذا؟ هل قلت للمجتهد أن يأتي إلى حفلة راقصة معنا؟ نعم، هل نسيتي بأنني قلت أنني سأجعله وسيم المدرسة؟ أعتقد أنك ستخسرين. لا تتأمل هذا سارة. تعال يا سافا، هيا. كم هذا المكان جميل حقاً. أجل سافا، لماذا أنت ممل هكذا؟ أنا فقط لست معتاداً على تواجدي هنا. حسناً، يمكنك اغتنام هذه الفرصة. وها هي فيوليتا، كيف حالك فيوليتا؟ يا رفاق، اعتقدت أنكم لن تأتوا. لا يمكن تفويت هذا أبداً. حسناً، حان الوقت للرقص، الآن سيكون هذا ممتع جداً. وقت الرقص؟ إنه حفل راقص والجميع هنا يرقص بحماسة. أنا لا أفهم شيئاً. لا، لقد أتى ماكس مع حبيبته الجديدة، يجب أن ندعم فيوليتا. أجل، ربما ليس الأمر سهلاً عليها. نعم، عليك أن تفعل أنت هذا. هيا يا سافا، هيا اذهب. أنا أستطيع هذا. سافا، اذهب بسرعة. سافا، دعينا نرقص معاً. لا تهتمي بماكس هذا. شكراً لك، هذا مهم جداً لي. هيا. أنا لم أفهم، لماذا فيوليتا ترقص مع المجتهد سافا؟ ما الفرق في هذا يا ماكس؟ ما زال لديك أنا. أجل، أنت. كم هما رائعين معا، يجب أن أصور هذا على الفور. متابعين فيوليتا سوف يحبون هذا. لا أصدق ذلك، في الفيديو الذي رقصت به أنا وسافا حققت أكثر من مليون إعجاب، إن هذا نجاحاً. المنتجة ميري تتصل بي. نعم، مرحباً. أجل يا فيوليتا، أحسنت صنعاً حقاً يا فتاة، لم أكن أتوقع ردة الفعل هذه. بالمناسبة، من هذا؟ هذا مشروعي الجديد سافا، أنا تراهنت مع صديقتي على أنني سأجعل منه فتى مشهورا في المدرسة يا ميدي. وهذا يبدو مثيرا للاهتمام، إذا نجحت أعدك بأننا سنستأنف في العمل مع بعضنا البعض بكل تأكيد، وسيكون النجاح حليفنا. أشكرك، إلى اللقاء.
لا أصدق ذلك، إنه أفضل يوم في حياتي. سافا، دعنا نذهب لنتناول شيئاً جائعاً. سافا! أجل! ماذا؟ ألم تخرج فيوليتا من رأسك بعد؟ نعم، أنا لم أفكر يوم أمس عن ماذا سيتحدث الآخرون، لقد استمتعت فقط. سافا، هذا يسمى الحب يا صديقي. لكن لا أستطيع فعل هذا، إنها جميلة وأنا مجتهد. لا، أنا أثق أن كل شيء سيكون بخير، والآن دعنا نذهب لنتناول الطعام. حسناً. تعال. حبيبي، لا يجب أن تتعب نفسك هكذا. أنا دائماً أقوم بفعل كل ما أريد. حسناً، على الأقل يمكنك إخباري لماذا أنت غاضباً جداً اليوم. هل أنت رأيت ما حدث في يوم أمس أم لا؟ فيوليتا تسكعت مع المجتهد أمام عيني بالفعل، ألم تري؟ وماذا؟ إن هذا غير مقبول أبداً. حسناً، إنها حبيبتك السابقة ويمكنها أن تفعل ما تشاء، وخاصة إنه لديك أنا، صحيح؟ أنا لن أسمح لها بمقابلة شخص آخر غير إطلاقاً. يجب عليك ألا تهتم بأمرها أبداً يا ماكس. أنت لا تفهمين أي شيء أبداً. لا أعرف ماذا يحدث له في الفترة الأخيرة. ماذا؟ هل يمكنني أن أدخل يا سافا؟ فيوليتا، كيف وصلت إلى هنا؟ من فتح لك الباب؟ والدتك، أنا فقط بحاجة منك لتساعدني يا سافا، أتستطيع؟ تفضلي. أنا أحتاج لتحضير الامتحانات، ليس إلا. لماذا تفعلين هذا؟ لديك الكثير من المال، لست بحاجة إلى الدراسة. إذن أنت لن تساعدني. كلا، بل سأساعدك، هيا اجلسي هنا. شكرا لك. إذن الصيغة الرياضية التالية ستكون: سافا، أنا تعبت قليلا، دعنا نأخذ قسطا من الراحة. حسناً، لنتحدث عن شيء ما. إذا لم يكن الأمر سراً، لماذا خدعك ماكس؟ أنا لا أعرف، نجاحه وشعبيته كلها بفضلي أنا، وهو لم يقدر ذلك. انتظر لحظة، أمهلني دقيقة، لن أتأخر. سافا، أنا فكرت بأن ندرس لاحقاً، أما الآن عليك أن تستعد، هيا أرجوك، هيا. إلى أين؟ ستكتشف هذا لاحقاً. حسناً إذن. حسناً، هذا هو متجري المفضل. لماذا أحضرتني إلى هنا؟ حسناً، الآن سنجعل منك فتاً وسيماً في المدرسة. فما هو الخطأ بي؟ كيف يمكنني أن أخبرك؟ أنت كما تعلم، أنا وأنت يجب أن نكون أجمل ثنائي في المدرسة. لا، أنا لست بحاجة إلى التسوق. لا يا سافا، انتظر، أنا حقا بحاجة إلى هذا. بعد أن تركني ماكس، أنا لم أعد مشهورة كالسابق، وبدأ الجميع في نسياني، لذلك يجب أن نكون في الحفلة أجمل ثنائيهم في المدرسة كلها. أرجوك يا سافا، افعل ما أريد، أرجوك. حسنا، افعلي ما تريدينه. هذا رائع. حسناً، يبدو أن الزي قد تم اختياره. نعم، أنا متأكدة من أنك ستبدو رائعاً، والآن اتبعني هيا. هذا ليس كل شيء. هذا ليس كل شيء. مرحباً بك في غرفة ملابسي. حسناً، ولماذا نحن هنا أيضاً؟ اجلس هنا الآن أرجوك. إذا كنت تعتقد بأن الزي كل شيء، فأنت مخطئ حقاً. وماذا أيضاً؟ سنبدأ بحواجبك الآن، هيا. وما هذا الشيء المخيف؟ هذا ملقط، في البداية ننظف حواجبك، ثم شعرك، وبعدها ستصبح وسيماً جداً. لا 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 لا، يجب أن تتحلى بالصبر يا سافا. كم أنا فتاة جيدة وذكية أيضاً. أما قريب سوف يرى الجميع بأن سافا أصبح وسيماً. المعذرة على التأخير يا فيوليتا. لا بأس، وصلت في الوقت المناسب. مهلاً، أين سافا؟ ألم تقولي أنه كان هناك اجتماع؟ الآن سترين كل شيء بعينيك. ماذا؟ لا أستطيع أن أصدق ذلك. لقد نجحت بالفعل. إذن ما رأيكم بي؟
كم أنت وسيم يا سافا، أنت حقا ساحرة حقيقية يا فيوليتا. أنا أعلم، والآن يا سافا أنت مساعد للذهاب للحفلة معي أليس كذلك؟ وأنا أيضا أريد الذهاب معكم. حسنا، لقد حان الوقت لمفاجأة الجميع، هيا بنا يا رفاق هيا. إجابة، سيصبح لدي مليون. أجل، لقد فعلنا هذا. ألو يا آنسة ميدي، أنا مصدومة حقا، ما هذه القدرة التي تمتلكينها؟ كيف تمكنت من تحويل المجتهد؟ كما تعلمين أنا يمكنني فعل ذلك حقا. أنا حتى لا أشك في ذلك. أنا آسفة، يجب أن أذهب، أعتقد أن التاج سيكون لك وسوف تنجحي في هذا. نتحدث لاحقا. مع السلامة. المنتجة سعيدة، وهذا يعني أنني نجحت. أين ثوبي الرائع يا ترى؟ أين هو؟ علينا أن نظهر من سيكون أروع ثنائي في الحفلة، هيا بنا. يا صديقتي، مرحبا يا سارة. ماذا فعلت بهم؟ يبدوان رائعين معا كثيرا. لو تعلم كم تعذبت معنا. حسناً، هذا يكفي، الشيء المهم أنكم الأروع في الحفلة. شكراً يا فيوليتا، هذا الفستان رائع حقاً. ماذا أقول الآن؟ أنا متفاجئة جداً. لذا يا إيفا، دعينا نذهب لتناول شيء ولا نزعج الفتيات أكثر. هيا بنا. لا أصدق هذا، هذا المجتهد وسيم، لم أكن أعتقد أنه كذلك. حقاً وسيم، وقلت لك أنا مستعدة للفوز بهذا الرهان. لكنك ستتذكرين القواعد، عندما يصبح هذا هو ملك المدرسة فستفوزين حينها. لقد رأيت كيف كان يبدو من قبل وكيف يبدو الآن، لقد قمت بعمل رائع جدا، أنا متأكدة من أن التاج سيكون له بالفعل. سوف نرى بهذا الشأن. لن تصدق يا أليكس، لقد انفصلت عن سيوزي. يا صاح، أنا أشعر بالأسف من أجلك. أنا الآن أريد أن أبحث عن فتاة جديدة. مهلاً يا أليكس، ألم تصور ما قد قلته للتو؟ كلا، هل كان يجب علي أن أفعل؟ على المتابعين أن يشعروا بالأسف جداً من أجلي أنا. أنا آسف، لم أفكر بهذا الأمر. حسناً، أين طبق الفاكهة يا ترى؟ أوه، أنا سآتي لاحقاً. يا فيوليتا، انتظري. حسناً، يجب علي أن أذهب الآن بسرعة. فيوليتا، انتظري، إنك تبدين جميلة جدا في هذا اليوم. شكرا لك، كما هو الحال دائما، ابقي مجاملاتك لحبيبتك، أفهمت؟ لقد انفصلت عنها بالفعل. أوه، يا له من خبر مؤلم، ماكس يجب أن أذهب. توقف يا فيوليتا، أنا وأنت كنا ثنائيا جيدا جدا، تذكري هذا. أوه، أنا لا، لن أقع في ذلك مرة أخرى، أفهمت؟ ماكس أنت خنتني. توقفي يا فيوليتا، أنا أعدك بأنني سأصلح كل شيء. ماكس، أنا لن أصدقك مرة أخرى أبداً. إن التخرج عما قريب، ونستطيع أنا وأنت أن نكون الملك والملكة في هذه المدرسة بأكملها. لا شيء يمكن أن يحدث بيننا مجدداً يا ماكس، أغرب عن وجهي. لكن يا فيوليتا، هيا ابتعد عني. أنا أريد أن أكون معك أنت. أجل. ابتعد. ماذا يحدث في منزلي الآن يا ترى؟ هل هذه فيوليتا؟ قلت لك أنه لدي فتى آخر. توقفي الآن، اذهب إلى سيوزي خاصتك، انظر ها هي هنا الآن. لكن أنا وهي لم نعد نتقابل أبدا. ماكس، الفتاة طلبت منك أن تبتعد عنها. أنت أصمت حالا أيها المجتهد، كن سعيدا لأنك دعيت إلى هذه الحفلة بالأساس. كلا، لن أفعل، سأدافع عن فيوليتا. هذا صحيح يا سافا، أريني ما أنت قادر عليه الآن. لا مشكلة. ماذا إذن؟ هل ستتعاركان الآن؟ يا إلهي، هذا شيء مثير للاهتمام كثيرا. أنا الآن سوف أنتقم منك بالفعل. أنا لا أفهم أبدا. هذا المجتهد لا بأس به حقا، جيد. حسنا، لا يمكنني أن أتحمل أكثر. هذا مخالف للقواعد، أنا أرفض المشاركة في هذا. سافا، سأذهب لتوديعهم. حسنا يا رفاق، أنا هو الفائز هنا الآن، من يكون هو الفتى الوسيم؟ أنا بالطابع. يا أصدقاء،
بشكل عام، لماذا أتيت إلى هنا؟ أحسنت سرعا يا سافا، أحسنت. تراجعي يا فيوليتا، وعلى أي حال يجب أن أذهب. ماذا حدث لك؟ انظري إلى ما أصبحت عليه، في السابق كنت فتى عاديا يحب الدراسة، ولكن الآن. وما هو الخطأ في هذا؟ والآن أنا أرتدي هذه الثياب الغريبة وأتشاجر لأول مرة وأذهب إلى الحفلة، لذا يا فيوليتا يجب أن أذهب حقا. انتظر يا سافا أرجوك. فيوليتا المعذرة يا سارة، أنا حقاً غير متفرغة لك. لا يا فيوليتا، يجب عليك أن تستمعي لي، لقد أفسدتم حفلتي أنت والمجتهد هذا، وعليك أن تجيبي على أسئلتي الآن. حسن، سنتحدث عن هذا بعد أن أصبح أنا وسافا ملك وملكة المدرسة. كل هذا بسببك أنت، ولن تفوزي بهذا الرهان الغبي إلى الآن، أفهمتي؟ لماذا يا سارة تتكلمين معي هكذا؟ ها أجل صحيح، بعد أن أفسدت حفلتي لم تعودي صديقتي، أفهمتي؟ أنا آسفة، سأذهب الآن، أنا أكاد لا أعرفك، وسنفوز أنا وسافا. حسناً، سنرى بهذا الشأن. كم ينام بشكل لطيف. سارة، ما الذي حدث للتو؟ لقد انتهت الحفلة منذ زمن، وأنت ما زلت نائم إلى الآن؟ أوه، أنا آسف حقاً، ربما علي الذهاب. لا، انتظر، يمكنك أن تبقى معي قليلاً، ما رأيك؟ ولكن فيوليتا هي تكون صديقتك. لا، لم تعد صديقتي بعد الآن، وأنا سأكون مسرورة جداً بضيف مثلك، ما رأيك يا ماكس؟ هذا مغرٍ للغاية. أجل، أنا أعلم هذا، بالمناسبة يمكننا أن نكون ثنائياً رائعاً، الملك والملكة، ما رأيك؟ وهل أنت قررت أن تشارك في هذا؟ لن أشارك فقط في هذا، بل سأفوز بهذا أيضاً، ولكن إن قمت بمساعدتي في البداية. إنك تعجبينني أكثر فأكثر يا فتاة. أريد أن أتحدث إلى المشتركين قبل ذهابي إلى النوم، وماذا سأفعل الآن؟ مرحباً بالجميع، آسفة على هذا البث المباشر المتأخر، أردت أن أقول قبل الذهاب إلى الفراش أنه هو أهم شيء، ليس المال والنجاح ولكن الأشخاص الذين يحيطون بك. أتمنى لكم السعادة. آمل أن يكون سافا في حالة مزاجية أفضل وأكون قادرة على التحدث معه. أوه، مرحبا سافا، بالمناسبة يوم أمس لقد كنت وسيما جدا، أحسنت صنعا يا صاح. شكرا لك. أي يا إلهي، مرحبا يا سافا، يوم أمس كنت رائعا جدا، أنا لم أصدق هذا. شكرا لك. أنا لا أفهم لما الجميع يهتمون بي، هذا غير عادي أبدا. وأخيرا أنا وحيد. سافا، أوه إيفا، من الجيد أنه أنت، الجميع كان يلقي التحية علي. أجل، بالطبع، بعد معركة الأمس أنت النجم في المدرسة. ما الذي تقصدينه؟ حسناً، صور شخص ما معركتك يوم أمس وقام بنشرها على الإنترنت، وقد جمع الفيديو عدداً كبيراً من المشاهدات، أصبح صديقي نجمٌ الآن. هذا غريب نوعاً ما. انتباه، طالب من طلابنا أصبح مشهوراً وهو يدعى سافا، لذا هو ترشح للنهائيات، أخبروا بعضكم البعض عن هذا الأمر، وداعاً. هل سمعت ما سمعته يا سافا؟ لقد اختاروك لنهايات نجم المدرسة. لا أريد المشاركة في هذا، هذا ليس لي. لا يا سافا، فيوليتا قامت بمثل هذا العمل الرائع وأنت لا تريد هذا؟ كلا. حسناً، سأفكر بالأمر يا إيفا. أجل، لا بأس، هذا أفضل. لا أستطيع أن أصدق، لقد أصبح لدي متابعين أكثر من قبل، بقي علي فقط أن أفوز. الشيء المهم أن يوافق سافا الآن. هيا يا سافا تعال. مرحبا بك يا صديقتي السابقة. أنا لا أفهم، لماذا أنتما معاً الآن؟ الآن أنا ومعك ثنائي. أجل، لقد وجدت تلك التي كنت أبحث عنها منذ زمن بعيد. حسناً يا ماكس، اتركنا، أريد التحدث إلى فيوليتا. حسناً، وماذا تريدين مني؟ أريد أن أذكر أنني سأشارك في مسابقة اختيار ملكة المدرسة، لذلك لن تفوزي أبداً، وأنا بالطبع سأصبح الملكة. لن تفوزي على الإطلاق، انظري لي ومن ثم لنفسك، هيا. حسناً، لنتحدث إذن، عندما يكون التاج على رأسي يا خاسرة، وداعاً. إنها كارثة، سارة وماكس. فيوليتا، من الجيد أنني وجدتك.
سافا؟ فيوليتا، لكن ما بك الآن؟ لا شيء، هذا لا يهم. هيا أخبريني، أنا أسمعك. هل تفهم هذا؟ إن ماكس وسارة لقد بدأوا في المواعدة وهم ثنائي قوي، وإذا فازوا في هذه المناسبة المنتجة ميدي ستفسخ العقد معي وأنا أبقى بدون أي شيء. يا سافا ساعدني. ماذا؟ هل هذا سيء لهذه الدرجة؟ أجل، إن الأمر أكثر من ذلك. حسناً، لا تقلقي أبداً، لقد جئت لأقول أنني سأشارك وسننجح بهذا، كوني متأكدة. مرحة يا سافا، أنت هو الأفضل، شكراً لك. حسناً، أنا لا أستطيع الانتظار، أريد أن أعلم من سيفوز في المسابقة اليوم. يا رفاق افرحوا، أنا لدي الظرف الذي يوجد به النتيجة النهائية. ماذا؟ من أين حصلت عليه؟ نعم، أنا طلبت أن أجرب نفسي كمذيع مضيف. حسناً، والآن هل أنتم مستعدين لمعرفة النتائج كلها أم لا؟ أنا أشعر بقلق شديد. لا تقلقي يا فيوليتا، أعدك أن كل شيء سيكون بخير. شكراً لك. إذن ملك وملكة المدرسة يكونان اليوم سافا وفيوليتا. أجل، كنت أعلم ذلك. هذا قد نجح، لكن أنا الأفضل. لا بأس، على الأقل أنا لا أخدع حبيبي، صحيح يا فيوليتا؟ اصمتي هيا. فيوليتا، عن ماذا تتحدث؟ لا تقلقوا، أنا سأخبركم بكل شيء. هل أنتم حقا تعتقدون أن فيوليتا تحب سافا وقررت أن تجعله ملك المدرسة؟ لكن هذا ليس هو الحال، فيوليتا تراهنت عليه معي، هذا هو الأمر. أنا قلت لك اصمتي هيا. لذلك يا سافا، إن علاقتك مع فيوليتا مجرد كذبة فلا تفرح كثيرا. أفهمت هذا يا سافا؟ هل هذا صحيح يا فيوليتا؟ أجل، ولكن كان هذا عندما كنت مستاءة جداً وليس الآن. لا أريد الاستماع إلى تفسيراتك أبداً. سارة، أنا لن أسامحك أبداً على هذا أبداً. حسناً، أخيراً غادر هؤلاء الخاسرين، وأخيراً انتقمت من فيوليتا. حسناً يا رفاق، هل يمكننا أن نستمتع؟ ما رأيكم أن نرقص؟ لا يا سارة، لقد أفسدت مزاج الجميع بالفعل، هيا بنا يا رفاق. لا تنزعجي يا سارة، دعينا نرقص أنا وأنت الآن. ها أنت ذا هنا. يا فيوليتا، لا أريد أن أراك. أجل، لقد تراهنت عليك، ولكن لم أكن أعتقد أنني سأقع في حبك. ماذا تقولين؟ نعم، أستطيع أن أقول بكل ثقة بأنني أحبك جدا يا سافا، جدا. ولكن أنا مجتهد وأنت نجمة مدرستنا، وبشكل عام لم يكن كل شيء حقيقيا. أنت أصبحت أقرب شخص لي. المعذرة، ميدي تتصل بي. أجل، مرحبا. مرحبا يا فيوليتا، أنا شاهدت مقطع الفيديو وعلمت أنك أصبحت ملكة المدرسة بالفعل، لذا أنا أهنئك وأخبرك بأننا سنكمل معك من الآن وصاعدا، سنحصد المزيد من المشاهدات يا فيوليتا. شكرا لك يا ميدي. سافا، ميدي لم تعد تريد أن تفسخ العقد معي أبدا يا سافا. فهذا يعني أنك الفتاة الأكثر شهرة مجددا؟ نعم، أيضاً أنا أسعد فتاة في العالم. شكراً لك، شكراً لك يا سافا، لقد جعلتني أسعد فتاة في العالم. وأنت أيضاً. ميدي، أخبريني ما هي خطتنا لليوم يا ترى؟ الآن سوف أتحقق. أولاً لدينا دروساً معك، ثم سنذهب إلى المنتجع الصحي، ومن ثم ستتناولي وجبة خفيفة صغيرة، وفي النهاية إلى الحفلة. ما رأيك بهذا الأمر؟ إيتان، أين هي أموالي؟ قل لي. سامحني أرجوك يا أخي، بعد الغد سأعطيك كل شيء. حسناً، اذهب من وجهي. هيا. يا رفاق، من يريد أن يلتقط معي فيديو من أجل التيك توك؟ ربما أنت يا ماكس. أنا لا أريد. أو ربما أنت، لقد وجدت فكرة رائعة لالتقاط فيديو للتيك توك. لا أريد، ابتعدي عني يا سوزي، أنت وأفكارك الغبية تلك. مارتن، يا له من رجل وسيم. وفي مدرستنا كل شيء كما هو. أعلم أننا نقترب بالفعل، آمل أن يكون المكان أقل فظاعة مما كنا نتخيله. مئة،
أحسنتم يا رفاق، لقد قمتم بالعمل الرائع اليوم، هذا هو راتبكم بالكامل. رائع، سأشتري لنفسي رقائق البطاطا. أوه أموالي، شكرا لك يا إيتن، أعدت لي نقود بالوقت المحدد، شكرا. أنا سعيدة جدا، تمرنت جيدا اليوم حتى يمكنني رؤية النتيجة. أوه أنت رائعة يا أنسة فيوليتا، أحسنت. أعتقد أنه اليوم يمكنك أن تشربي مخفوق الحليب بالفراولة، ما رأيك في هذا الأمر؟ أنا أحبك جدا يا ميدي، كلامك هذا يعطيني السعادة، أنت أفضل صديق. يا فتيات انظروا ما لدي، هيا بنا إلى الحفلة الموسيقية. فيوليتا هل انتهيت؟ ماذا تريد يا مارتن؟ اسمعي، لقد سمعت بأن طالبة جديدة قادمة إلينا يقولون أنها مميزة جدا. تتحدث عنها وأنا لا أفضل هذا الحديث ولا أهتم بالطالبات الجدد. هيا دعينا نقيم لها استقبالا مميزا جدا يا فيوليتا. أنا قلت لك أنني لا أهتم بهذه النوعية من البشر، اذهب لوحدك لاستقبالها. يا إلهي كم أنها جميلة. أنها وينزداي من عائلة أدمز، يقولون أنها بإمكانها. يا ميدي إنها ليست جميلة كما تقولين، اصمتي الآن. توقفي، ماذا تريدي؟ أنت تعرفين أنه يجب أن تقولي مرحبا عندما تأتين إلى فصل جديد. دعيني أذهب فورا، ابتعدي عني. ماذا فعلت لك يا صغيرة؟ ساعدوني أرجوكم، أنا خائفة جدا، انظروا ماذا فعلت بتلك الفتاة المجنونة. في المرة القادمة سوف تفكرين في كيفية التصرف معي. هيا ساعدوني بسرعة، لماذا تجلسون هناك خائفين؟ حسنا، هل قابلتم بالفعل الطالبة الجديدة لدينا؟ أليكس انظر ماذا فعلت بي هذه الطالبة المجنونة. لما لا تتصرفون ومعجبين بها كثيرا؟ إذن أرى أنك تعرفت على الرفاق هنا، لقد كان هذا سريعا. يمكنك قول هذا. هذا مفهوم، تعالي معي يا وينزداي، أنا أريد أن أعرفك على زميلتك في السكن الآن، هيا بنا. لا 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 لا، أنا أتساءل من ستكون زميلتي في السكن، لقد حضروا لها سريرا غريبا للغاية، يقولون أنها ليست طبيعية، ربما هي مصاصة دماء أو ساحرة أيضا. إيه أنا متشوقة ولا أستطيع الانتظار. تفضلي بالدخول عزيزتي. إنها غير عادية ومخيفة بعض الشيء. حسنا، عليك أن تسترخي الآن وترتاحي قليلا، وأنا ذاهب، لدي الكثير من الأشياء المهمة. مرحبا. مرحبا، ابتعدي عن طريقي. هاي لماذا أنت شاحبة هكذا وشريرة؟ أنا دائما هكذا، كم من الوقت سوف تزعجيني. لا بأس، هل تعرف كيفية القوسين؟ إذن لا يمكنني أن أعلمك هذا. إنها مثل المهرج. يا يدي، إذن هيا القسي معي. شكرا لك. وما هذا الوحش المخيف أيضا؟ هذه يدي، إنها مساعدتي. مساعدك؟ هذا رائع. بالمناسبة يدعونني سوزي، وأنا وأنت زملاء الآن. أجل، زميلتي ليست مبتهجة على ما يبدو، لكن لا بأس، أمل أن أتمكن من تغييرها بالفعل. نعم نعم بالطبع، لقد تم بالفعل مقابلة ابنتك وهي ستعتاد على كل هذا يا أستاذ. لا لا يا سيد، ما بك، أنا أعدك ألا تسقط شعرة سوداء واحدة من رأسها على الإطلاق. هاي ما هذا الذي فعلته يا أليكس؟ انتظر، سأتصل بك لاحقا. ماذا تريد يا فيوليتا؟ لماذا لم تدافع عني في الفصل اليوم؟ هل نسيت من والدي أم أذكرك بهذا؟ اسمعي يا فيوليتا، أنا أفهم كل شيء، وإن هذا كان إهانة كبيرة لك، ولكن وينزداي آدمز غير عادية، ووالدها أيضا كذلك الأمر. لا يهمني أبدا لماذا، أنا أدفع لك المال، قل لي هيا. حسنا، لقد انتهينا يا فيوليتا، ليس لدي الوقت لأتحدث. مستفز جدا. أنسة فيوليتا، أنا آسفة، لقد ركضت فقط لأسألك، هل تحدثني مع السيد أليكس أم بعد؟ نعم، هيا أخبري كل الطلاب والطالبات، نحن بحاجة لطرد تلك الفتاة المجنونة من هنا وإلى الأبد. يا رفاق ما رأيكم بهذا؟ هل ستنجح فيوليتا حقا بطرد الطالبة وينزداي من المدرسة أم لا؟ ما هذه الأسئلة الغبية؟ بالطبع سأنجح في طردها. يا رفاق ما رأيكم، هل ستطرد هذه الطالبة المستفزة من مدرستنا عن قريب؟
أنا لا أفهم ما يحدث، لماذا لا يفتح هذا القفل؟ ماذا تفعلين هنا يا وينزداي؟ أنا أحاول فتح القفل، أريد أن أهرب من هنا. أيتها الغبية، إن الباب دائماً مفتوح. حسناً لقد فهمت، ابتعدي الآن. توقفي قليلاً، أنت لم تتجولي بعد في المدرسة، دعيني أقدم لك جولة الآن. لا أرى أن هذا مهم، يمكنني أن أرى كل شيء بنفسي. لا، هذا لن يكون مسلياً على الإطلاق. انظروا، أنا لم أحب تلك الفتاة الجديدة ولا أريد وجودها في مدرستنا. أي، هيا انتبه لما تخبرك فيوليتا به. آنسة فيوليتا، تريد أن تقول الآن أنه ممنوع عليكم التواصل مع وينزداي، هل هذا مفهوم؟ هاي فيوليتا. نعم، ماذا تريد مني؟ دعينا نذهب في نزهة لكي تهدأ أعصابك قليلا. حسنا، إنها ليست فكرة سيئة. ميدي، أنت حرة لعدة ساعات، افعلي ما تريدين. أجل. لا أفهم، لكن ماذا عن لقائنا؟ تم تأجيله الآن، سنفكر في خطة جيدة لطرد تلك الفتاة. حسنا، هيا تعالي بسرعة إلى هنا. لقد جاءت المستفزين. هيا انظروا الآن وتعلموا جيدا. هاي أيتها الجديدة، لماذا أنت نحيفة للغاية؟ فقط عظامك ظاهرة. انتبه للسانك أيها المغفل. ماذا قلت للتو؟ هيا أمسكي بالكرة. لم أكن أعتقد أنه في هذه المدرسة يوجد شبان ضعفاء. أوه، إنها قوية، واضح من عينيها. إن صديقتي رائعة للغاية. هيا بنا يا سيوزي، أريني مكانا آخر. بالطبع بالطبع. ماكس، أنت ضعيف حقا. أغلق فمك يا إيتن، لقد استرخيت فقط، ما بك. أرجوكم لا تتعاملوا معها بلطف، هل فهمتم يا رفاق؟ هاي، دعوني أذهب بسرعة، ماذا تريدون مني؟ هيا أخبريني بسرعة، من سمح لك أن تتكلمين وتضحكين مع تلك الفتاة؟ هي زميلتي في السكن، ولذلك هيا دعوني، لن أخبركم بأي شيء آخر. لكن هي منبوذة، وممنوع أن تكون صديقة لأي شخص هنا. إنها مجرد شخص مختلف، ولكن من الداخل هي لطيفة. من الواضح يا سيوزي، أنت لا تفهمين بطريقة الكلام، لذلك يجب أن أشرح لك بطريقة أخرى، لذلك سأعلمك درسا للأبد. ينتابني شعور غريب الآن، أين سيوزي طوال هذا الوقت؟ يبدو لي أنني وجدتها بالفعل. بالطبع. الفتيات أساءوا إلي مرة أخرى. توقفي عن البكاء، لا أفهم لماذا أنت مصرة على القرب من تلك الفتاة. سوزي، لم تنتهي بعد مدة عقابك، هل فهمتي؟ لذا عودي إلى الخزانة في الحال. لا، لن تذهب إلى هناك مرة أخرى، مع أنني أحب قضاء الوقت في الخزانة لأنها تشبه التابوت. بكل تأكيد. بسرعة إذن إلى داخل الخزانة، هيا استعدي. هيا يا سوزي، لقد نالوا ما يستحقونه بالفعل. إلى اللقاء يا خاسرات. يا له من مكان هادئ ورائع ومثالي لكتابة روايتي القادمة بشكل جيد. الآن سأقوم ببعض الألعاب الرياضية أخيراً. ماذا تريد أنت؟ هيا أخرج. هاي ما بك، لقد جئت للتو لأمارس الألعاب الرياضية في صالة الألعاب، وفيوليتا ليست هنا. حسناً، أنا أصدقك، لذلك فقط هذه المرة سأدعك. هاي اسمعي، لماذا أنت فتاة قاتمة جداً؟ أنا لست شخصاً عادياً. لقد فهمت هذا. إذا كان الأمر أسهل بالنسبة لك، يمكنك فقط مناداتي بالوحش. توقفي، لكنك فتاة جذابة للغاية، أنت لست وحشاً على الإطلاق. لا تلمسني هكذا، أنا لا أحب ذلك. انتظري، إلى أين أنت ذاهبة؟ ولا تتأمل ذلك، لا يمكننا أن نكون أصدقاء. يا مارتن، لماذا تنجذب فقط إلى هؤلاء الفتيات السيئات؟ أنا لا أفهم شيئاً على الإطلاق. حسناً يا أولاد، لقد وزعت أوراق الامتحان والآن يمكنكم أن تبدأوا. ميدي، هل نفذت الاتفاق الذي بيننا؟ بالطبع، أنا لقد غيرت أوراق الاختبارات، إنها بالتأكيد لن تستطع التعامل مع هذا الأمر. ماذا؟ إنه امتحان بعلوم الكمبيوتر، هذا رائع. امتحان للرياضيين، هذا سهل جداً. ما هذا الذي أمامي؟ الموضوع كان غير هذا بالفعل، ماذا أفعل الآن؟ رائع جداً، نجحت الخطة، الآن فشلت في الاختبار، ولكن أظن أن أليكس لم يكن سعيداً أبداً. بالمناسبة يا فيوليتا، ها هو اختبارك، لقد انتهيت منه. ماذا علي أن أفعل؟ ها؟
أنا لا أصدق هذا، كانت لدي رؤية مفيدة والآن لدي كل الأجوبة. ماذا إذن؟ هل انتهيتم من الكتابة؟ أنا انتهيت. ماذا؟ أحسنت يا وينزداي، كل الأجوبة صحيحة بالفعل، لا يجب أن نتوقع أي شيء أقل من عائلة آدامز الرائعة. المعذرة يا فيوليتا، أنا لا أعلم حقا كيف حدث. ميدي، من الأفضل أن تصمتي لأنني أنا غاضبة جدا في هذه اللحظة. وأخيرا نجح مخططنا والتقينا، كنت أنتظر هذا بحماس يا ماري. نعم أنا أيضا سعيد جدا. لماذا لست في حالة مزاجية جيدة؟ أنا لا أعرف، لسبب ما أجهله. حسناً اهدأ ودعنا نقضي الوقت مع بعضنا، خاصة أن وينزداي لن تبقى في مدرستنا عما قريب. هيا هيا ابتهج يا مارتن. إنها ليست سيئة يا فيوليتا، هي فقط تتجاهلك لذلك أنت غاضبة منها. ماذا قلت لي للتو؟ اهدأي قليلاً هيا. كيف يمكنك الدفاع عن تلك الفتاة المغرورة؟ ماذا تفعلين الآن؟ هل كل شيء على ما يرام لديكم؟ ألا تحتاجون لمساعدتي؟ أخرجي في الحال يا ميدي. ما هذا؟ هل أنت مجنونة؟ اصمت حالا، وعليك أن تعلم من هذا اليوم وصاعدا أنت تحت المراقبة، هل هذا مفهوم أم لا؟ دعيني وشأني، أنا على عكس ميدي، أنا لا أطيعك، فهمتي؟ كم هو شاب وقح حقا. لا تقلقي يا فيوليتا، هو الآن غاضب قليلاً ولكن فيما بعد سيطلب منك العفو، صدقيني. أجل أنت محقة. حسناً أنا ذاهبة وأنت رتبي المكان هنا. حسناً سأفعل كما تقولين بالضبط. نعم كما هو الحال دائماً، إنها لذيذة جداً. بالهناء والشفاء يا وينزداي، آمل أن تستمتع بهديتي لك. ما هذا الشيء؟ سوف تتقيأ بالتأكيد. أيها اليد، أين وجدت العناكب المفضلة لدي بالفعل؟ حسناً أنت لم تضعها؟ حسناً كيف ظهروا إذن؟ لقد فشلت خطتي مجدداً، كيف يحدث هذا؟ أنا لا أفهم. وينزداي، أنا لدي أخبار سارة لك. حسناً فاجئيني. بشكل عام لدينا حفلة في المدرسة غداً، هل أنت معنا؟ لا أنا لن أشارك في هذا. أنت لم تفهمي الأمر، هناك كل شخص سيتنكر بملابس رائعة. إن هذا الأسوأ. هذا مؤسف، أنا كنت أعتقد أن صديقتي ستفهمني وستذهب معي. أي ما هذا، هل تبكي؟ اهدئي أرجوك. اعتقدت أنك لست كالجميع بالفعل. توقفي عن قول هذا في الحال. ربما أنا ما زلت لا أعجبك أبدا. حسنا سأذهب إلى تلك الحفلة. حقا؟ لقد فهمت، من الواضح أنها كانت حيلة. مرحا صديقتي ذاهبة إلى الحفلة معي. تبقى علينا فقط اختيار ملابس رائعة. هذه الملابس؟ نعم بالطبع، صدقيني سنكون الأفضل على الإطلاق في هذه الحفلة. لا إن هذا ليس جيد. انظري، أعتقد أن هذا مناسب. إنه فقط قاتم أكثر من اللازم. في كلتا الحالتين إنها أفضل مما اخترته لي. هيا أكثر قليلاً. هيا 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 هيا. أجل أجل، إنه نصر رائع بالفعل. ربما وصلت بدلتي أخيراً. نعم نعم أنا قادم. أجل إنها ملابس رائعة بالفعل، سوف أمثل أنني رجل آلي. إيتن ما هذا الذي ترتديه؟ إنها بدلتي للحفلة وما بها. أنا لست هنا لأجل هذا، هيا بنا فيوليتا تريد جمعنا. مرة أخرى فيوليتا تريد شيئا منا، إن هذا غير مفهوم. هيا توقف عن قول هذا ودعنا نذهب بوضع الفتاة الجديدة في السجن، وبشكل عام اخلع هذا الزي الغبي. وماذا تقصد بالسجن؟ الآن سوف ترى. انتظرني سأبدل ملابسي. هذا غريب، لم يأتي أحد منذ نصف ساعة، إن الأمر مريب حقا. الكل يقف في مكانه، إنها الشرطة. شرطة؟ ماذا تريدون مني؟ أنا من أطرح الأسئلة هنا. أنت الآن رهن الاعتقال يا وينزداي آدامز. ماذا؟ أنا لم أسرق شيء. أنت كاذبة، هيا يا مساعد اعتقلها. هيا يديك للخلف، يجب عليك أن تتصلي بمحام، وإن لم تفعلي ذلك فنحن سوف نحضره لأجلك. هذا غير قانوني، دعوني وشأني. هنا أنا من أقرر ما هو قانوني وما هو لا.
ماذا فعلت؟ أنا لم أسرق شيئاً على الإطلاق. أنت سرقت الهدوء. كيف لي أن أسرق الهدوء ولا يمكن سجن أحداً على سرقة الهدوء؟ أنت لم تفهمي إلى حد الآن؟ إنه نحن يا وينزداي. أنا كنت أشعر أن الأمر مرتبطاً بفيوليتا. اسمعي، دعينا نتفق على شيء. تتركين المدرسة ونحن سوف نطلق سراحك. هل تعتقد أن هذا الحديد الناعم يمكنه أن يوصلني حقاً؟ أنا أعلم أنك فتاة قوية، ولكن ليس لدرجة أنك تخرجين من هذا السجن. أوه، لكن ماذا فعلت أنا لفيوليتا؟ هاي أنت، إياك والاستماع إلى أوامرها. وسيوزي أيضاً لا تستمع إلى فيوليتا. لا أحد يكترث بسيوزي على الإطلاق، ولا أحد يهمه أمرها. تذكر يا ماكس، عندما أهرب من هنا لن أنسى هذا الأمر أبداً، أتفهم؟ أجل، أتمنى لك التوفيق. بالمناسبة المفتاح هنا على الطاولة، أنت لن تستطيع الوصول إليه. هيا بنا يا إيتن. هيا بنا يا ماكس، يجب أن نأخذ استراحة ونأكل. هؤلاء الحمقى يعتقدون أنهم بإمكانهم أن يبقوني هنا. أيتها اليد، أنت تعلمي ما عليك فعله. آمل أن تعجبها هذه الباقة. مرحباً، ما الذي تفعله هنا في سكننا يا مارتن؟ أنا أريد أن أدخل لغرفة الشباب، ليس إلا مع باقة الزهور؟ أنا لا أصدق هذا الأمر. كان علي أن أعطي هذه لفيوليتا، ولكنها لم تكن في حالة جيدة، وأنا حقاً لا أريد أن أرميها. حسناً، تفضل. أنا الآن أعتقد أن مارتن معجب بوينزداي. لقد خرجت سيوزي بالفعل، والآن يمكنني أن أكون وحدي وأجلس بهدوء تام. مرحبا يا إما، هل أنت مشغولة؟ ما بك الآن؟ أنا فقط أريد أن أطمئن إن كنت بخير فقط لا أكثر. كلا، أنا لست جيدة على الإطلاق، منذ قليل هربت من السجن. أنا آسف، أنا أعلم أن فيوليتا منفعلة جدا، ولكن عما قريب ستهدأ، أنا أعدك بهذا. ما هذا الذي بيدك؟ هذه الأزهار لك، أعتقد أنهم سيحسنون من مزاجك الآن. فو، يا له من مقرف. هاي، لماذا قمت برميها هكذا؟ تذكر أنني أحب الأزهار السوداء فقط. ولكن لا يوجد أبداً مثل هذه الأزهار يا وينزداي. بالضبط، لهذا أنا لا أحب الأزهار أبداً، هيا أخرج. حسناً، أنا سعيد لرؤيتك بكل الأحوال. اهتمام الشبان المزعج، كم هذا يستفزني. يا أصدقاء، اكتبوا في التعليقات هل يمكنني أن أعجب وينزداي؟ وإلا أنا أرى أنني لا أعجبها على الإطلاق. يا إلهي، ماذا أفعل الآن؟ سوف تأتي فيوليتا وتغضب مني بالتأكيد. ماكس! نعم فيوليتا، ماذا هناك؟ لماذا هربت وينزداي من السجن؟ هيا قل لي كيف حصل هذا؟ معذرة يا فيوليتا، أنا نفسي لم أعلم كيف حدث هذا أبداً. أنا لا أهتم بهذا، هل نسيت أنني أملك مالاً كثيراً ويمكنني أن أجعلك تبقى في الشارع من يوم الغد وتتوسل إلي يا غبي؟ أرجوك لا تفعلي هذا، أنا أحب هذا المكان كثيراً. هذا لا يهمني، لذلك لديك وقت لغاية يوم الغد للتوصل إلى خطة جديدة حول كيفية طرد وينزداي من مدرستنا هذه، أفهمت؟ ماذا لو تنكرت بزي طبيباً ونقلتها إلى المستشفى؟ هل تعتقد أن خطتك الغبية ستنجح؟ بالطبع يا فيوليتا. حسناً، أتمنى ألا تخدعني، وإلا أنت تعلم ماذا سأفعل. فهمت، لقد فهمت كل شيء. حسناً، تعال إلي مباشرة بعد الدرس، هيا. كما تقولين أنت. وسأخبر الأصدقاء لكي يكونوا على دراية ولكي لا تخدعني مرة أخرى ماكس الغبي. آمل أن ينجح كل شيء، لذا يا ماكس اجمع نفسك، عليك أن تفعل كل شيء كما قالت فيوليتا، وإلا سيتم طردك من المدرسة. أنا لا أستطيع انتظار الحفلة أكثر. حسناً يا رفاق، هل أنتم مستعدون لمشاهدة أداء آخر من ماكس؟ قولوا لي. من الجيد أن ماكس لم يتصل بي هذه المرة، لقد سئمت من إدارة مهمات فيوليتا الغبية. حسناً، مرحباً أيها الأولاد الصغار. ماذا يفعل الطبيب هنا؟ أنا لا أعرف، لكنني أخاف جداً منهم. قيل لي أن هناك مراهقين مرضى في هذا الفصل، هل هذا صحيح أم لا؟ بالطبع، هذه الفتاة تدعى وينزداي وهي بالتأكيد مريضة. ماذا يعني أنني مريضة؟ حسناً، لماذا أنت شاحبة جداً وأيضاً باردة جداً؟ لماذا؟ إن هذه هي حالتي المعتادة، ارفع يديك عني بسرعة. حسناً، يجب عليك أن تدخل إلى المستشفى بسرعة كبيرة يا صديقتي. أنا لن أذهب إلى أي مكان. هيا. حسناً، ما الذي يحدث هنا؟ مرحباً،
أنا الطبيب وتلميذتك مريضة جدا ويجب نقلها إلى المستشفى على الفور، إن حالتها خطيرة جدا. يا سيد أليكس هذا غير صحيح، أنا بصحة جيدة. إيما أنا قد تكلمت مع والديك ووعدتهم بأنك ستكونين بخير في هذه المدرسة، الطبيب يعرف أفضل منك. بالضبط، لهذا السبب هي اتبعيني. ها هي خطتي نجحت بشكل مثالي بالفعل. فيوليتا أنت عبقرية على الرغم من أن ماكس هو من اخترع كل شيء بنفسه. حسناً هكذا أنت جيدة بالتأكيد. لماذا أحتاج إلى الجبيرة؟ لا يوجد شيء مكسور لدي. لا يهم أبداً، فقط عليك أن تستمعي إلى الطبيب. أجل يبدو أنني فهمت كل شيء الآن، أنت لست طبيب. مرة أخرى وقعت بيدي وهذه المرة لن تساعدك يدك أبداً، لن تستطيع فعل شيء على الإطلاق. هل تعتقد أن هذا سيمسك بي؟ أنا متأكد من ذلك تماماً. حسناً، أين حذاء وينزداي لحفلة الليلة؟ أين هو؟ وها هو حذاؤها الجميل، لكنني أمل أن تعمل خطة ماكس ولن تأتي إلى الحفلة، ولكن هذه خطة احتياطية فقط. إيه وينزداي، ماذا تفعلين؟ هيا فك يدي بسرعة هيا. أنا لست وينزداي، أنا طبيبة وهذا مفيد جداً لك. لا، ليساعدني أحد ما أرجوكم، أنا عالق، ساعدوني. أي، لماذا تضحكون هكذا؟ إن هذا بالمناسبة زيي المفضل وأنا لا أرى أي عيب فيه. فقط انظري إلى نفسك أيتها المهرجة المضحكة. بالمناسبة هيا قولي لي، أين صديقتك؟ هل بقيت في المستشفى أم خرجت منه؟ لا تقلقوا يا رفاق، أنا بصحة جيدة. واو، كما أن وينزداي جميلة في هذا الفستان، إنها فتاة رائعة حقا. حسنا انتظر يا ماكس، أنا سألقنك درسا. حسنا يا رفاق، بما أن الجميع مجتمع هنا يمكنني أن أعلن بالتأكيد الآن عن بدء مسابقتنا الأولى في هذه المدرسة. الآن سوف تبدأ المتعة بالفعل، لذلك هيا ابدأوا بالرقص الآن. ماذا يعني هذا الكلام؟ أنا لم أشارك في هذا أبدا. هيا يا وينزداي، إنه سهل جدا. لكن أنا لا أعرف كيف أرقص. اسمع يا وينزداي، بما أنك رائعة ربما ستكونين أول من يرقص. هيا. لا، ربما أنا سأرفض هذا. وأنا اعتقدت هذا، أنت فتاة جبانة بجميع الأحوال. هيا وينزداي، أنا أؤمن بك. أنا لا أعتقد أنها فكرة جيدة، لكن لا بأس، أنا موافقة. أجل، إن رقصها ليس سيئاً أبداً. انظروا هيا، الآن ستكون لحظتي المفضلة بالفعل. ما هذا يا وينزداي؟ ألا تستطيعين ارتداء الكعب حقاً؟ يا لها من فضيحة. لقد تم انتزاع الكعب عن عمد. ها، فيوليتا. ما هذا الكلام؟ أنا لا أعرف شيئاً. كفي عن الكذب، أنت من فعل هذا بوينزداي. اصمت يا مارتن، هل أنت تدافع عنها الآن؟ يجب أن أقول هذا، فيوليتا أنت تزعجين الجميع، هيا ابتعدي عن وينزداي، ابتعدي. ماذا تقول أنت الآن يا مارتن؟ إن انتهيت يا مارتن فيمكنك أن تخرج أنت وهذه الخاسرة. هيا بنا يا ميدي، تعالي معي، سنحتفل بنصري. إيتن، ألم تتأذي؟ لا، كل شيء على ما يرام. نعم نعم نعم، يبدو أن شيئا مثيرا للاهتمام سيحدث. وينزداي أنت رائعة حقا، أنا فخورة بك جدا. شكرا لك وتوقفي عن معانقتي، أنت تعلمي أنني لا أحب هذه الأمور. مرحبا يا فتيات. وها هو صديقنا الداعم. ماذا تريد الآن؟ ألم تفهمي شيئا من هذا يا وينزداي؟ أعلم أنك معجب بي، لكن هذا لا يعني أي شيء. لكن لماذا؟ حسنا، لأنني لا أشعر بأي شيء تجاهك أنت، وبشكل عام لن يكون لدي صديق مفضل أبدا. ماذا تقولين؟ سوف تحطمي قلبه هكذا؟ لا بأس يا سيوزي، ربما سأذهب الآن. حسنا، لكن لن يمنعك أحد من أن تكون صديقا لنا. حسنا، هذا كاف حقا بالنسبة لي. ليس عليك أن تنظري إلي هكذا. سوف تحطمي قلبه هكذا؟
آه، كل شيء مستفز، مستفز للغاية. اهدئي يا فيوليتا، كل شيء على ما يرام. ولكن لماذا وينزداي آدمز في مدرستنا الآن؟ يا رفاق، إنه خطأكم أنتم بالذات. المعذرة يا فيوليتا، لن يحدث هذا مرة أخرى. اصمت أنت، لم يسمح لك أحدا بالتحدث. هاي فيوليتا، اهدئي قليلا، أنت تبالغين. وأنت أيضا، من سمح لك بالتحدث الآن؟ أنا لا أستطيع الاعتماد عليكم ولا بأي شكل من الأشكال. ماذا قلتي للتو؟ كل هذا بسببك، بسببك أنت وليس نحن. أخرج يا إيتن، بينما أنا لطيفة الآن. هيا. هل سمعت يا إيتن؟ أخرج، فيوليتا الآن ليست بحالة مزاجية جيدة. أجل، بكل سرور. إلى أين أنت ذاهب يا إيتن؟ أتمنى أن يقع مارتن الغبي أمامي وحالا. اهدئي قليلا يا فيوليتا، لا تقلقي. هل تريدي أن نذهب ونرتاح؟ وسوف أحضر الشاي لنا، ما رأيك؟ لا، أفضل الذهاب إلى التسوق، إنه يهدئني بشكل أفضل. أنا موافقة. لكن لماذا لا تحبني وينزداي؟ هاي مارتن، توقف عن البكاء هكذا. اخرجي من هنا يا سيوزي، ألا تري أنني أشعر بالسوء؟ نعم، أنا أفهمك، لديها شخصية معقدة للغاية، لكن قلبها البارد لا يزال من الممكن أن يذوب. حقا؟ بكل ثقة، لذلك فإن عدم دعوتها إلى موعد سيكون خطأ كبيرا. حسنا، لقد أعطيتيني الأمل يا سيوزي، وينزداي ستكون لي بالتأكيد. حسنا، لماذا دعيتني إذن؟ استرخي يا وينزداي، دعينا نقضي الوقت معا. مثل هذه الأشياء الرومانسية لا تهمني على الإطلاق، عليك أن تفهم. أعتقد أن هذا أسهل. وماذا تفعلون أنتم هنا سوية؟ هيا فيوليتا، سوف تدمرين كل شيء لنا. مارتن، دعنا نغادر قبل أن أقوم بأذية أحد. بالضبط، هيا خرجوا قبل أن ألقنكم درسا ما. ما كان عليهم أن يجلسوا هنا، لقد أغضبوني مجدداً. افعلوا هذا وذاك، كم هذا مستفز. لكن إلى أين ذهبت يا إيتن؟ بعيداً، حتى لا أسمع هراء فيوليتا مجدداً. هل لديك أي فكرة عن ماذا سيحدث لنا جراء هذا التصرف؟ أنا لا أهتم ولا أخاف منها. ولا مانع من أن تقوم بتغطية نفسك، ولكن ماذا عني أن تتوقع بي؟ حسناً، إذن ليس لدي ما أفعله في فريقكم. توقف يا إيتن. ماذا تريد مني؟ إذا قررت الهرب، خذ أغراضك. هل نسيت أنني أدفع من أجل هذه الغرفة معك؟ تذكر هذا. لا بأس بهذا، سأجد مكانا آخر. على ما يبدو لا يوجد مكان آخر. إيتن، ما الذي تفعله هنا الآن؟ حسنا يا رفاق، من الأفضل أن لا تسألوا. ماذا إذن؟ هل طردتك فيوليتا؟ ربما لم تخدمها جيدا. كم هذا مضحك للغاية، في الواقع أنا لقد تركتها بنفسي. إن هذا رائع، لم أعتقد أبدا أنك تجرؤ على فعل هذا. حسنا، على أي حال أنا أحسدك حقا يا إيتن، أنت الآن ستصبح أكثر سعادة. قد سئمت منها، إنها تصرخ على الجميع ولا تحترم أي أحدا أبدا. لا تقلق يا فتى، عليك فقط أن تعيش في المنزل لفترة صغيرة. إن منزلي على بعد آلاف الأميال، وإذا عدت إلى هناك فلن أتمكن من البقاء هنا. أنا أشعر بالأسف حقا عليك. اسمع يا إيتن، ألا تريد أن تبقى معي؟ والداي ذهبا في رحلة لستة أشهر، لا أعتقد أنه يمكنك أن تزعجني. هل أنت جاد؟ أجل بالطبع، أنت لم تعد من فريق فيوليتا، مما يعني أننا أصدقاؤك الجدد. يا له من لطف. هذا الأخير. فيوليتا، أخبريني، لماذا جلبت لي مثل هذا الوزن الثقيل جداً؟ الآن سترى كل شيء يا ماكس. مرحباً يا وينزداي. وأنتم هنا، كم أنكم مزعجون. هل جئت لكي تمارس الرياضة يا ترى؟ ما شأنك في هذا؟ لقد أصبح من المثير للاهتمام أن نرى كيف تتمرن هذه الفتاة الهشة والنحيلة. ماذا إذن؟ هل تقصدين أنني ضعيفة؟ واثقة من أنك لا تستطيعين حتى هز الحديد. هل تشكين بقوتي؟ بالطبع، أو ربما تريدين أن تثبتي لي ولماكس العكس الآن. إنه سهل، شاهدي وتعلمي. فيوليتا، يبدو أن خطتك قد نجحت. ماذا يحدث؟ لماذا هذا الحديد ثقيل؟ لا أستطيع. حسناً حسناً، لست قوية كما قلت لنا. يبدو أن أليكس قادم. إلى أين أنت ذاهبة يا فيوليتا؟ ساعدوني أرجوكم. حسناً، أنا لا أفهم،
ما الذي يحدث هنا يا رفاق؟ سيد أليكس، سوف أشرح لك كل شيء. ماكس، انتهى الأمر، أنت وقعت في ورطة. ماكس، ما الذي فعلته بغيابي؟ إنه ليس خطأي يا سيد أليكس، كل شيء حدث بسبب فيوليتا. فيوليتا، أنا لا أصدقك أبداً. أوه، مرحباً يا أليكس. فيوليتا، قولي أنك اليوم كنت معي في الصالة الرياضية. أي صالة رياضية؟ أنا لم أذهب إلى هناك اليوم. هل تفهم أنه بسبب هذا التصرف الأحمق يجب أن أطردك في الحال من هذه المدرسة؟ كيف ستطردني يا سيد أليكس؟ أمي سوف تعاقبني جدا على هذا. كان عليك أن تفكر بهذا سابقا يا ماكس، كفى، هيا أخرج من هنا بسرعة. أشعر بالشفقة عليك يا ماكس، سوف نفتقدك. أيتها الخائنة، أنا أكرهك جدا. ثم يظهر وحشا من العدم ويأتي إليهم هكذا. كم هذا مخيف. ثم ماذا حدث؟ لا شيء، لقد التهمهم. أجل يا وينزداي، يا لها من قصة مخيفة. ما هذا الذي يحدث؟ يا رفاق ما بكم؟ إنه أنا ماكس. ولكن ماذا تفعل أنت هنا؟ لقد خانتني فيوليتا وتم طردي من المدرسة، هل تصدق؟ نتوقع هذا. أجل يا ماكس، لم أكن متفاجئاً أبداً. سامحوني يا رفاق، كان يجب أن أستمع إليكم على الفور وأن أتوقف عن التحدث إلى فيوليتا، وأنت أيضاً سامحيني. لا بأس بهذا، لقد كنت مجرد بيدق لفيوليتا. أنا أكرهك، أكرهك وأكره الجميع. فيوليتا، لقد أسأمت الجميع منك. ماذا قلت يا ميدي للتولي؟ هل تعلمين ما يمكنني فعله لك الآن؟ وماذا في ذلك؟ أنا لا أخاف منك. حاولي أن تشرحي السبب في هذا. لأنه لم يتبقى لديك أحد، إن أصدقائك وحبيبك الجميع ذهب من عندك أنت ليصادقوا ونزده. أنا لا أهتم لذلك، لقد كانوا خاسرين ليس إلا. كلا، كل هذا لأنك أنت كنت فظيعة. وهل تعلم يا فيوليتا أنا أيضا أتركك، لقد سئمت منك ومن تصرفاتك الوقيحة. لا تجرؤي على هذا، أنت هي يدي اليمنى يا ميدي. ها، أتمنى لك حظا سعيدا في وحدتك. أنا لا أفهم، ماذا تفعل أنت هنا يا سيد ماكس؟ مرحبا يا فيوليتا. لقد طردت من المدرسة بالفعل. هذا صحيح، لكنني أوضحت لأليكس أن ماكس ليس المذنب وأنت كنت السبب. يا لكم من خاسرون. حسنا، لتكونوا جميعا أصدقاء، هيا يا ميدي اتبعيني الآن. عفوا، بالضبط، ميدي أيضا خانتني الآن. وبالمناسبة يسعدني أن أقدم لك يدي اليمنى الجديدة. مرحبا. لا تشعر بالغيرة. لا، يهو، كم هذا رائع. يا رفاق، الحفلة رائعة جداً جداً. أجل، وبالأخص أنها للأغنياء فقط، يا إلهي. يا رفاق، قولوا مرحبا لمتابعين البث المباشر. هيا لوحوا بأيديكم. إن صوفي لا تتغير على الإطلاق. توقفي يا صوفي، أنا غير مرتبة، أوقفي هذا. حسنا، هيا بنا فلنرقص سوية. هيا. أجل. ياهو. هي بريتني، ربما علينا أن نذهب من هنا، أنا غير مرتاح هنا. توقف يا أليكس، الآن جئنا بحقك. رائع. واو، ما هذا المكان الرائع جدا. من هم هؤلاء الفاشلين الذين يقفون هنا؟ مرحبا يا رفاق، هل يمكننا أن نرقص معكم؟ ما بكم؟ ألم تقرأوا ما المكتوب في الخارج؟ هذه الحفلة للأغنياء فقط، ولهذا من الأفضل لكم أن تذهبوا فورا وتختفوا. لقد قلت لك يا بريتني، هيا لنذهب من هنا بسرعة. انتظر يا أليكس، ليس علينا أن نخضع لهذا بسرعة. على الأقل لنرقص قليلا. بريتني، ما هذا الذي تفعلينه بحقك؟ كم هذا مخجل. ها،
حسناً، لا تقوم بتعطيلنا، هيا اذهبوا من هنا أرجوكم. لا يا رفاق، دعونا نرقص قليلاً بعد. هيا، لقد رقصنا واكتفينا، لقد حان موعد الدرس. من يصل متأخراً إلى الصف سيكون هو الخاسر. مو حمقى. هاي فيوليتا، أليس علينا أن نذهب إلى الدرس؟ لابد أنك قد نسيت هذا. لا تتشاجروا، سنرقص قليلاً بعد ومن ثم سنذهب للدرس. أوهو. أجل. أين هؤلاء الطلاب الحمقى؟ لقد تأخروا. لا 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 أرجو أن تعذريني على التأخير يا آنسة ستيلا. يا رفاق، هذه آخر مرة أسمح لكم فيها أن تتأخروا. أنا أفهم أن الأغنياء ليسوا مستعجلين على الدرس. ولماذا تتسرعون بجميع الأحوال؟ فإنهم لم يدرسوا شيء. أجل، معهم حق، أنا أيضاً كنت أرغب أن أرقص كثيراً. هيا يا رفاق، ما هذا الموضوع الذي تتحدثون عنه؟ هيا اعترفوا. لا شيء. لا شيء مهم على الإطلاق. حسناً حسناً، من سيخرج على السبورة؟ أنا ليكن براندن. هي إنه محظوظ جداً، سوف يقوم بالحل. حسناً يا براندن، حدثني عن حياتي أغنياء. هي، نحن لم نتعلم هذا. بالتأكيد لم أكن لأجيب على هذا. هيا تحدث، وإلا سأضع لك درجة متدنية في الامتحان. حسناً، الأغنياء. هيا، أنا أسمعك. براندن المسكين. لقد أتى ملك الملوك ماكس. ماكس، أنت مغرور ومعتز بنفسك كثيراً. أنا لا أعتقد أنه هناك فتى أفضل مني على الإطلاق. على متابعيني أن يسمعون ما تقول الآن فقط. هاي أيها الأغنياء، ألا تعتقدون أنه يوجد درسنا الآن؟ كم هذا رائع، لقد أصبح لدي المزيد من الوقت للتفكير. هل تعلم ماذا يا براندن؟ أنا غيرت رأيي، سيجاوب على هذا السؤال أغنياء، على سبيل المثال فيوليتا. ماذا؟ أنا لم أتحدث عن أي شيء. هيا بسرعة. أجل. الآن يا أليكس، ستعلم أن الأغنياء غير جيدين غالباً. الآن سأريكم كيف عليكم الإجابة. إذا أردت الإجابة فهذه هي إجابتي الآن. لا بأس بك، أنا مندهشة من معرفتك يا فيوليتا، إنك مجتهدة. هل يمكنني أن أذهب؟ بالطبع بالطبع، اتضح أنك تعلمين كل شيء عن الثراء، اذهبي. شكراً لك. هيا يا رفاق، لا يوجد هنا شيء مثير على الإطلاق. إلى اللقاء يا تعساء الحظ. هل ترون؟ هكذا تتم الدراسة. ولكن هذا غير عادل. لقد قاموا بإعطائك المال ثم ذهبوا. هذه ليست نقود وإنما معرفة، هل هذا مفهوم؟ مفهوم. هل تريد الحقيقة يا براندن؟ أنت محظوظ جدا، لأن فيوليتا قامت بإعطاء النقود للمعلمة. هذا صحيح، أنا لم أكن أتخيل ماذا كنت سأفعل لو وضعت لي المعلمة علامة سيئة. كم أتمنى لو أنني أصبح ثريا يوما ما مثل فيوليتا. هذا صحيح، لكنت دعوت بريتني إلى المقهى. يا إلهي، هل تعجبك بريتني حقا؟ أجل، فإن بريتني جميلة جدا وذكية إلى أبعد الحدود. أنا أتخيل موعدكم في المكتبة يا ذكي. هي، هذا ليس مضحكا يا صديقي.
لا تحزن براندن، وأنا أيضاً لرغبت أن أدعو صديقتي إلى المكتبة في يوم من الأيام. هذا صحيح، وبالأخص بأنني لا أملك النقود. يا إلهي، أنا لا أستطيع أن أعيش هكذا. ما بك يا أليكس؟ لماذا نهضت هكذا؟ أخبرني يا براندن، لماذا علينا أن نعيش حياتنا كفقراء؟ ولكن لا أعلم يا أليكس، ربما هذا مقدر لنا. كلا، هذا غير عادل. حسناً إذن، لنبحث لنفسنا عن عمل نجمع من خلاله بعض المال. ولكن بسبب عمرنا الصغير لن يقبلنا أحد للعمل لديه. هل تعلم؟ يوجد لدي مخرج واحد لكي نعمل يا صديقي. ما هو؟ هيا بسرعة الآن، سوف أخبرك بكل شيء. ولكن هذا يبدو غريباً. لا تقلق، كل شيء سيكون على ما يرام. هاي أليكس، هل حقاً سيكون كل شيء على ما يرام؟ أجل سنرى هذا. التسوق يرفع المعنويات جداً. أجل هذا صحيح، وعلي أيضاً أن أطلع متابعيني على أشياء جديدة. لنرى ماذا لدينا. هذا فستان رائع، انظروا. هاي صوفي، لماذا تصورين هذه الأشياء؟ يجب عليك ألا تريهم هذا. توقفي الآن يا فيوليتا. أنت تعلمين أنا مدونة مشهورة، ولا أستطيع أن أبقي المتابعين دون أن أطلعهم على كل جديد. يا إلهي، كم أنا محظوظة بصديقتي هذا. فيوليتا، قومي بإمساك هذا الفستان، أريد أن أصوره بطريقة جيدة. هيا. لا يا صوفي، أنا لن أساعدك بهذا. هل هذا مفهوم يا صديقتي؟ ولكن لماذا؟ هل تعلمين ماذا؟ أنا سئمت من المتابعين وسئمت من تصرفاتي. ولكن يبدو أنك نسيت يا فيوليتا أنني أتقاضى نقودا مقابل هذا العمل. بجميع الأحوال هذا الموضوع يستفزني كثيرا. حسنا، هذه المرة سوف أؤجل البث للمتابعين قليلا إذا كان هذا الأمر حقا ضروريا جدا لك. هذا أفضل. والآن أي فستان سنجربه أولا؟ قولي. واو، هذا جميل جدا. أعتقد أن هذا هو العنوان. أليكس، إذا لم أكن أنا مخطئا فهذا هو منزل الغني ماكس. أجل، وهو سيقوم بإعطائنا النقود حالا. أنا أفهم هذا، ولكن هل سنقوم بسرقة المنزل؟ هذه ليست فكرة جيدة على الإطلاق. عن أي سرقة؟ براندن، هل فقدت عقلك؟ ولكن لا يوجد لدينا خيار آخر كي نأخذ نقوداً من هذا البخيل. أنا لم أفكر هكذا. إن هذه أغلى وأفضل الحلويات في العالم، إنها لذيذة. سأتناولها كلها. من القادم؟ من هذا؟ حسناً، أنا قادم. مرحباً يا ماكس. أجل، مرحباً. ماذا نسيتما هنا؟ كيف هذا؟ نحن هنا لنقدم لك عرضاً، أتمنى أن ينال إعجابك. أنا أخاف من تفكير أليكس هذا طبعاً. انتظرا، كيف جئتما إلى هنا؟ أخبراني هيا. كيف هذا؟ لقد تسلقنا السور وكان الباب مغلقاً. أجل، أنا كنت أن أمزق الثياب هذه. كم هذا مرعب، هل قمتما بتسلق السور المفضل لدي؟ باستعمال يديكما المجتهدتين هذه؟ هذا ليس مهم، ولكن عندما كنت أعبر لقد سقط شيء مني. كم هذا مرعب، أرجوكما أخبراني ماذا تريدان واذهبا من هنا بسرعة. حسنا يا ماكس، لا أعلم كيف أقول لك، ولكن نحن نريد أن نعمل. تريدان أن تعملا لدي؟ أجل، توقف يا أليكس. هيا اهدى يا براندن، ألا تريد أن تجني النقود؟ اتبعني. أجل، إنها فكرة رائعة، وبالأخص أنه يوجد لدي لكما عمل جيد جدا. هيا فلنذهب لأريكما. هذا رائع، حسنا، لنتفق على النقود إذن. فيما بعد، الآن ستقومان بالعمل، ستحضران لي الطعام حالا.
هذا مخيف جدا. حسنا يا براندن، لنذهب لنعمل بسرعة. هيا هيا بنا إذن. بالمناسبة أنا لم أكن أعلم أنه يوجد عصير لذيذ في ذلك المتجر. عليك أن تتجولي في الأماكن كثيرا لكي تتعلمي هذا يا فيوليتا. وليس عليك أن تذهبي إلى مركز المدينة فقط. هل تريدين أن تقولين أنك دائما تتنزهين في الشارع؟ بالطبع، لأنه يمكنني أن ألتقط فيديو رائع في هذه الطبيعة. علي أن ألحق بالمدرسة. دائما هي مشرعتنا أكذا. أنا لا أعلم، انتبهي. المعذرة يا فتيات. ماذا؟ لا، العصير الخاص بي. أنا أتخيل كم أنك غاضبة الآن يا فيوليتا. لا، أنا لن أسامحها على هذا، هل رأيتي؟ هذا صحيح، ولكن ما بوسعنا أن نفعل، علينا إحضار المزيد. لا أريد، أنا أحببت هذا العصير فقط. حسناً، دعينا نذهب بسرعة لأننا تأخرنا على صالون التجميل. بريتني الغبية، حصل كل هذا بسببها هي. فيوليتا اهدئي. أنا أعدك أنني لن أرحمها في المرة القادمة. أي أليكس، أتعتقد أن هذا العمل رائع إلى هذا الحد؟ أنا لا أفهم أبداً يا أليكس، لماذا يتحدث كرسي القدمين هذا؟ اصمت يا براندن، ألا ترى أن ماكس بمزاج سيء؟ وأنت لماذا تدافع عنه؟ وأين طعامي؟ هيا أطعمني. المعذرة، تفضل، ها هو. هكذا أفضل. بالمناسبة يا ماكس، ماذا عن الراتب؟ أنا أعتقد أنني عملت كثيراً، أنا أجلس هنا لمدة 3 ساعات. أنت تقصد هذه الورقة الخضراء؟ هذه، هيا أمسكها. شكراً لك. وماذا عني؟ أنا أيضاً أريد النقود. حسناً، لماذا علي أن أدفع لكما النقود؟ هذا صعب جداً، لقد قررت شيئاً. أنتما من سوف يسحب النقود من جيبي في المرة القادمة، هل فهمتما أم لا؟ كما تريد. هاي ماكس، ما هذا الذي تفعله؟ آنسة ستيلا، ماذا تريدين؟ كيف تتحدث معي هكذا؟ أنا بجميع الأحوال أكبر منك. أنا لا أهتم بهذا، تحدثي، ماذا تريدين؟ يا إلهي، غير مهذب أبداً. هاي، أصمت. انتظر، لماذا طلابي يقومون بإطعامك العند ويقومون بحمل قدمك؟ لماذا تطلب منهم هذا؟ إنه تصرف غير لائق. وما الفرق لديك؟ هما من طلب مني هذا وليس أنا. ولكن لماذا لا يتصرف أحد معي هكذا؟ كم أتمنى وأريد أيضاً أن يطعمني أحدهم. المعذرة يا آنسة ستيلا، ولكن لا يوجد لديك الكثير من النقود. بالمختصر يا ستيلا، قولي ماذا تريدين بسرعة، لأنني مشغول الآن كثيراً. أنا أردت أن أسألك، لماذا أنت لا تأتي إلى المدرسة؟ عن أي مدرسة تتحدثين؟ أنا لا أريد الذهاب إلى هناك أبداً. ولكن ماذا عن العلم وعن الدرجات؟ أنا أقول لك أن هذا لا يهمني على الإطلاق. يا إلهي، إن ظهري يؤلمني جداً. إذن أنت لا تريد أن تذهب إلى المدرسة، عندها سأعطيك الدرس في المنزل. ماذا؟ لا لا، هذا مستحيل، هيا اذهبي من هنا. أي، لماذا أنت وقح هكذا؟ هاي ماكس، أنت غير مهذب ووقح. انتهى، أنا لا أستطيع أن أحتمل أكثر. أي براندن، لماذا سقط؟ براندن، انهض بسرعة، الآن سيغضب ماكس كثيراً ولن يعطينا النقود بعد الآن. حسناً، أنا أشعر بالملل معكما. حسناً، هيا ارتاحا قليلاً وأنا سأذهب لأرتاح أيضاً. هيا يا براندن، ما رأيك بعملنا الجديد؟ ممتاز، فقط ممتاز يا أليكس. وهذه هي غرفتي الرائعة يا متابعيني الأعزاء. يا صديقتي. المعذرة يا أصدقائي الأعزاء، علي أن أغلق حالا لأن صديقتي المزعجة أتت إلي. أنت لا يمكنك التخيل كم أنا سعيدة.
أخبريني ماذا حدث؟ ألا ترين أنني كنت مشغولة؟ والداي أعطوني سيارة وقالوا لي يمكنني أن أذهب بها. هاي، ولكن لا يوجد لديك رخصة القيادة. لكن يوجد لدي سائق ويمكنه أن يأخذنا إلى أينما نريد. كم هذا رائع، ولكن للأسف أنا سأعتذر. لماذا يا صوفي؟ لأنه لدي بث مباشر. انتظري، وماذا عن التسوق إذن؟ أنا أعلم هذا، ولكن المتابعين ينتظرونني. ولكن أنا لا أعلم حقاً لماذا أنت مهتمة بهذا لهذه الدرجة. حسناً اذهبي، أنا مشغولة. هاي، حتى لا تريدين التحدث إلي قليلاً، ما بك؟ لما لا تذهبي إلى ماكس؟ أنا متأكدة من أن لديه الكثير من الوقت الفارغ. عن أي ماكس؟ هاي يا صديقتي، إذا كنت ستبقين على هذا الحال علينا أن ننهي صداقتنا. أنا أكلمك، لماذا لا تتكلمين؟ أجل أجل، وأنا أعتقد هذا. هاي، أتسمعينني يا صديقتي؟ كم مرة يجب علي أن أقول لك اذهبي، أنا مشغولة؟ أوه، كم أنت كريهة. حسناً، أنا وأنت لم نعد أصدقاء بعد الآن. على الرحب والسعة، أنا أعتقد أن هذا سيكون أفضل. أتمنى لك التوفيق، وأتمنى أن يتخلى عنك الجميع. هذا لن يحدث أبداً، لأنهم يحبونني أيتها الغبية.